كده اونلاين. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج جهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا اليوم حلقتنا هي عبارة عن تجربة الأخ أسامة عثمان من في السلفية، وراح نشوف مع بعض تجربة أخونا. بالبداية خلونا نرحب بأخونا أسامة. أهلا وسهلا فيك أسامة. أهلا أجان، كيف أحوالك؟ تمام، أهلا أسامة. أهلا بالناس. أسامة أنا كثير سعيد فيك بصراحة، و أنا شفت لك حلقتين على قناتك على اليوتيوب، وراح نحكي عن برنامجك طبعا لاحقا، بس بالبداية خلينا ناخذ فكرة مختصرة عن أسامة. من هو أسامة؟ تفضل. أنا اسمي أسامة عثمان من مصر القاهرة، سني 43 سنة، دارس أدب لغة عربية وتمهيدي ماجستير في التربية الخاصة للأطفال المعاقين. تمام أسامة. طبعاً نرحب بكل أصدقائنا المتواجدين معنا من كل بقاع الأرض. أخونا ويكن، أهلا وسهلا فيك، بس في عنا ضيف جديد وضيف رائع. أنا شايف يعني نحن صرنا من المهمين، الجزيرة البث الحي بدون تقطيع، نتمنى تكون قناة الجزيرة معنا وتأخذنا في بث مباشر على قناة الجزيرة. على كل حال أرحب بكل الأصدقاء، كريم و أخويا بالحكم وبيتر وصياد الفوائد مستر جي هيتش وكل الأصدقاء الموجودين اللي راح يتواجدوا معنا واللي راح يشوفونا حتى بالتسجيل لاحقا. على كل حال أسامة، خلينا نبدأ بتجربتك مع عائلتك من الطفولة. كيف كنتوا مثلا، أهلك كيف ربوك دينيا، خلينا نقول الثقافة هي مع العادات والتقاليد بالمدرسة بالبيت بالشارع؟ تفضل. أنا من أسرة صغيرة، أعتبر أب وأم وأربع أخوات، إحنا ثلاثة صبيان وبنت، أنا الوسطاني. يعني أسرة عادية مصرية، ما كانش فيها تشدد ولا حاجة. أم متدينة وأب برضه متدين، كانوا التربية الأصول الإسلامية، يعني ده حلال ده حرام، إنما ما كانش فيه نوع من التشدد. التشدد يعتبر دخل على إيدي وإيد أخويا يعني. معناته أنت من الجهابز المتشددين كنت. إحنا كنا أول الفيروس في الأسرة والعيلة. واو. على كل حال خليني أبدأ بسؤال. أسامة، أنت أول مرة صليت، أنت أول مرة صليت؟ أنا طول عمري وإحنا صغيرين كنا بنصلي ونقطع عادي كالطبيعي يعني، إنما بداية الصلاة اللي ما قطعتش بعدها دي بعد ما التزمت، كان مع الإخوان المسلمين في الأول، كان في سنة 90، كان عمري بتاع 16 سنة تقريبا، وما انقطعتش بقى غير لما تركت الإسلام. تمام، شو رأيك تحكي لنا علاقتك مع الإخوان المسلمين، كيف دخلت وكيف تدينت كيف صرت؟ أنا كنت طالب، تفضل. كنت طالب في الصف الثاني الثانوي، وكان ليا زمايلي من الإخوان المسلمين، أنا كنت ساعتها أعرف موضوع الإخوان المسلمين يعني. قاعدين مع بعض في الفصل، اتعرفنا على بعض، كان معايا كتاب ساعتها، فيه عندنا كتاب اسمه طبيبك الخاص، فكان بيبقى فيه مواضيع عن الجنس وكده، فإحنا كشباب مراهق بيبقى مهتمين بالمواضيع دي، فقال لي ده فيه كتب إسلامية بتتكلم في المواضيع دي وبتبقى أحسن، فأنا الفكرة شدتني، طب فين الكتب دي؟ اتعرفت على الشخص ده، كان طلع جاري، روحنا مع بعض، ومن ساعتها قال لي في مسجد احنا هنا قريب، تعالى صلي معانا، ففعلا التزمت بالصلاه معاهم، قعدت معاهم بتاع 3 4 شهور. انا ما كنتش اعرف ان هم اخوان مسلمين في الاول، بعد كده عرفت، فانا كنت في مرحله الدعوه، وبعد كده انتقلت على الجماعه الاسلاميه على طول من بدايه 91. تمام. خلينا ندخل بالتشدد، كيف وصلت في إيمانك؟ نحن خلينا ندخل بالإيمان، كيف ليش التزمت؟ شو الأسباب اللي دفعتك إنك تلتزم دينياً، تخليك تآمن بكل معنى الكلمة، بعدين تتدرج في هالإيمان هذا حتى تصل لمرحلة التشدد؟ أنا حقيقة لما بفكر في الموضوع ده ما بعرفش السبب إيه، يعني ليه الصحاب مشيت معاهم، الموضوع جذبني، إحنا كان عندنا خلفية دينية، ان احنا عندنا كلمة الحلال والحرام موجودة في الأسرة، ان احنا ازاي نحافظ على الدين وكده، انما ما يعني مش شايف لها سبب واضح قوي بالنسبة لي. لقيت نفسي مع مجموعة ما حسيتش بغربة معاهم يعني،
قبل ما اعرف ان الموضوع تشدد ولا بتاع. بعد ما بتعرف ان الموضوع فيه تشدد، ما برضو ما كنتش حاسس بغربه، يعني على اساس ان هي ثقافه المجتمع اساسا كده. بس فلما بتيجي بقى تدرك ان في افكار خطيره مثلا او في تشدد، بيبقى انت ارتبطت بالمجموعه دي، ساعتها ما بتعرفش تفصل ما بين مشاعرك وبين افكارك، انت بتتبنى الافكار اللي هي المجموعه اللي انت ارتبطت بيها عاطفيا، فهي بتبدا بجانب عاطفي قبل ما يكون فكري يعني. تمام. وقت تروح مثلا بالصلوات بهال اللقاءات، شو شعورك تجاه اصدقائك؟ يعني هل كنت تشعر بالاخوه ولا تشعر بشيء اخر، اخوه حقيقيه، ولا انت جاي بينك وبين ربك، جاي تقدم خدمه لربك، تتقرب الى الاله خلينا نقول؟ لا، هو زي ما قلت لك كده، الموضوع بيبقى ارتباط بمجموعه قبل ما يكون ارتباط بحاجه تانية. فانت لقيت نفسك مع مجموعه واصدقاء وناس طيبين، وفي نفس الوقت في اطار ديني يعني، كمان ربنا راضي عنك، فبتبقى كويسه يعني، ما بيبقاش في اعتراض عليها. فارتباطك بالمجموعه العاطفيه عاطفيا زائد ان انت بتقابل ناس فعلا فيهم كويسين واخلاقهم عاليه، فبتبقى شيء مبهر. انت شويه بشويه بتلاقي نفسك بتردد الافكار حتى لو انت مش يعني ما تعرفش تثبتها. فاهم قصدي؟ انت تعرض شيء لنقد، مثلا نقد ديني من اصدقاء خارج المجموعة طبعا؟ طبعا كان بيبقى في ناس من الاصدقاء اللي هو يعتبر ما قبل مرحله الالتزام الديني، كان بيبقى في نقد، بس انا بالنسبه لي الناس دي بعيد عن الدين وما ينفعش اني اسمع لها يعني. فاهمني؟ تمام. هاي بصراحة يعني، وهي سيرة كل متشدد يعني أظن، وعندك أنت السيرة بتختلف كمان. يا ريت تحكي لنا عن التنظيم، إذا ما بعرف إذا تنظمت بالإخوان المسلمين رسميا لا، انا علاقتي بالاخوان كانت ما استمرتش كتير، كانت يعني بتاع 3 4 شهور، وكانت يعتبر يتقال عليها في مرحله ان انا مدعو، ما بقتش فرد اساسي من اخوان المسلمين. في الفتره دي كان اخويا التزم برضو قبل مني بـ2 3 شهور، بس كان مع الجماعه الاسلاميه، فعرفني على الاخوه بتوع الجماعه، وشويه بشويه لقيت نفسي بتخلع من الاخوان بروح على الجماعه، لقيتها اكثر قربا لهوايا يعني. فاهمني؟ ان بيبقى فيها توضيح يعني، ما بيبقاش فيها الامور مايعه زي ما كانت مايعه عند الاخوان في الفتره دي. فده كان موافق لهواي اكتر ولشخصيتي اكتر، ان الامور تبقى واضحه، ما بيبقاش يعني ايه داخله على بعض. حته الخطوره والكلام ده ما كانتش فارقه معايا، انا بالنسبه لي طالما ده حاجه دينيه وهي الحق فخلاص يبقى نعملها. فاهمني؟ طب شو دورك كان الجماعة الإسلامية؟ شو انت الواحد بيتدرج طبعا من مدعو، بيبتدي يتعرف على الناس، يتعرف على الافكار. في كتب معينه كانت معمول لنا زي منهج اسلامي يعني، كتاب في السيره كان لرحيق المختوم، كان الواحد بقى لما يعيش معاه وعلى القصص البطولات اللي فيه ونتخيل الموضوع. فانت كل يوم بتتشرب شيء بشيء، بيحصل لك ربط في دماغك ما بين المجموعه اللي انت منتمي ليها والمجموعه الاولى اللي هي بتاعت الصحابه، ان احنا امتداد ليها. وزي ما ديت تعرضت لابتلاء والشدائد، احنا برضه هنتعرض لابتلاء وشدائد، لان احنا الطائفه المؤمنه اللي هيجي على اداه التمكين. فحته ان انا هعمل عندي مشروع كبير منتمي ليه، وانا جزء من خطه الهيه، وهيبقى ليا دور كبير في الحياه ان انا احقق دوله الخلافه على الارض، امر يعني كده اقول لك واو يعني. فاهمني؟ بشد اي حد في فتره المراهقه، ان انت بيبقى عندك حب الانتماء، ده شيء اساسي عند الانسان، وفي نفس الوقت ان انت بتبحث عن دور، تبحث عن تحقيق ذاتك، فده اللي بيشغل الانسان في فتره المراهقه. طب أسامة، انت حكيت لي انه كان في عندك يعني محاولة فيها اغتيال واشياء هيك، يا ريت تحكي لنا اياها، يا ريت الناس تسمع. ناخذها بالترتيب لغايه ما نوصل لها، ولا ايه رايك؟ يا ريت بالترتيب. طيب اوكي، تفضل. فدي بتبقى الفترة الأولى، كان أنت كمدعو مع الجماعة الإسلامية بتدرس المنهج العلمي زي ما قلت لك في السيرة، كان في كتاب الرحيق المختوم، في العقيدة كان في كتاب تطهير الجنان من ضرر الشرك والأوثان، وكتاب تاني لأبو الأعلى المودودي اسمه المصطلحات الأربعة،
وكتاب متقدم شويه اللي هو بتاع الحافظ احمد الحكمي معارج القبول، كتاب عقيده سلفي من السعوديه. بنعتمد احنا كنا اكتر على منهج السلف السعودي اللي هو الوهابي، ده يعتبر مناهج عندنا في في كتاب الفقه مثلا، كان كتاب العمده ده للمقدسي. بعد كده انا جبت انا الكتب دي كلها وذاكرتها وكنت مجتهد فيها، اجتهدت مثلا في موضوع القران، تعلم احكام القران، فاهمني؟ انت بعد فتره لما بتنتمي للجماعه بتتقطع كل صلتك بالعالم الخارجي، كل اصدقائك القدامى، قد يكون برضو معظم قرايبك ما بقاش فيه اهتمام زي الاول، تبقى كل حياتك مع التنظيم ده، رحلاتك، اكلك وشربك، بنعمل زيارات لبعض، فبيبقى كأن هي العيله الجديده. بدي اسالك أسامة، انت بهالمرحله هي بقراءتك، وطبعا اكيد تبحرت في العلوم الاسلاميه، لما كان يعدي معك مثلا غزوات محمد الفعله ببني قريظه، الاشياء الغير انسانيه، كيف كنت تتعامل معها انت وضميرك بينك وبين نفسك؟ انه الشخص اول حاجه بيعملها الدين فيك، اول حاجه بيعملها الدين فيك ان بيقتل ضميرك، يعني كل ما تكون متدين اكتر كل ما تكون فاقد الضمير اكتر. والمشكله ان انت ما بتحسش ان انت سيء، بل بالعكس كل الجرائم اللي انت بتقرا عنها دي او اللي انت ذكرتها انت بتبقى حابب تعمل زيها دلوقتي. فعشان كده الدين دوت ما هو الا شيء بيخلي الانسان فطرته تنتكس، بتنزل من مرحله الانسانيه بتاعتك. والاشكاليه الاكبر ان انت بتبقى راضي عن نفسك وعارف ان انت كده بترضي ربنا، هي دي الاشكاليه. يعني المجرم الجنائي اللي بيقتل او بيسرق بيبقى عارف ان هو غلطان، عارف ان هو بيعمل حاجه حرام، انما المؤمن بيعمل بيسرق وبيقتل بس بيسميها اسماء تانية. القتل بيبقى جهاد، السرقه بتبقى غنيمه، فاهمني؟ التحكم في الناس ده من باب الهدايه، واجعلنا للمتقين امامه، فاهمني؟ فكل حاجه بتبقى ليها نظره اخرى او متحرفة عن معناها الحقيقي. معناها الحقيقي ان دي جريمة، القتل قتل، السرقة سرقة، التحكم في الناس ديكتاتورية، فاهمني؟ احنا ما بنشوفهاش كده، بتشوفها عكس خالص بصورة وردية. فاللي بيحصل فعلا ان انت فطرتك بتنتكس، وهو ده اللي بيسببه الدين في نفسية الانسان وفي عقله. بالضبط بالضبط أسامة، يعني الدين بيحول الانسان الجيد الى انسان سيء، وهالإنسان بيكون يعني راضي عن نفسه كثير ومع انه عم بينفذ جريمه. يعني لا، هو الدين بيطلع من الانسان أسوأ ما فيه. كل انسان فينا قابل ان يبقى انسان جيد وانسان فاسد، فالدين بيطلع افسد ما فيك. وبرضه مش هي دي المشكله، المشكله الاكبر ان بيخليك ان الافسد ما فيك ده تعتبره خير. يعني شوف الورطه بتبقى قد ايه عند الانسان المتدين، ان الجرائم اللي بيعملها او الشر اللي جوه اللي بيطلعه ويخليك انا راضي عن نفسه، لا ده كده دين وانا كده انسان صالح وافضل من الناس وتعالى عليهم كمان. بالضبط، يعني بيعتبر هل كل هالجرائم هي فضيله، يعني فضيله هي للاسف انها بتتحول لفضيله. بالضبط، يعني بيطلع الجزء السيء اللي فيك بينميه وبيقتل الجوانب الخير وبيخليك راضي عن نفسك ان انت كده ربنا راضي عنك، فالفطر بتنتكس بمعنى الكلمه. يعني الله يرضى عنك يا شيخ، الله يرضى عنك يا شيخ. طيب خلينا نكمل بموضوع التنظيم. بعد ما هو التنظيم ده بيعتبر دوله داخل الدوله، يعني زي ما في رئيس جمهوريه وفي وزراء وفي محافظين، والمحافظه بتبقى متقسمه لمراكز والمراكز لكره. احنا التنظيم بتاعنا بيبقى كده موازي، في امير التنظيم اللي هو كان ساعتها بتهيألي الدكتور عمر عبد الرحمن اللي مات قريبا وجابوه من امريكا، ده كان الواجهه الاعلاميه الدينيه يعني. انما الرئيس التنفيذي كان مجموعه المشايخ اللي هم اسسوا الجماعه، لو ما اعرفش تعرف اساميهم ولا لا، واحد اسمه كرم زهدي، ناجح ابراهيم اللي هو مشهور دلوقتي في الاعلام، عصام درباله اللي مات قريبا في المعتقل، اسامه حافظ، علي الشريف، فاهمني؟ عبود الزمر، فدول الناس اللي هو يعتبر المؤسسين للجماعه يعني. دول اللي هو يعتبر الرؤساء، بيبقى فيه رئيس للمحافظه او امير للمحافظه، امير للمركز، امير للقرى، ده بالنسبه للمحافظات اللي هي الريفيه داخل القاهره، عشان مدينه يبقى امير للقاهره، امير لكل حي
وداخل كل حي فيه أسر، الأسرة دي من 3 5 6 في الحدود دي حسب ما إيه، حسب ما العدد موجود يعني. أنت لوين وصلت في التنظيم يا أسامة؟ أنا وصلت آخر حاجة قبل الاعتقال إن أنا كنت أمير المطرية وبتابع منطقتين حواليا. ده أنت واحد خطير يا ابني. ليه؟ مش أول هذا وصل، عشان المسؤولين الأساسيين كانوا يعتقلوا، فأنا اللي كنت فاضل أفضل الموجودين في بره يعني، مش عشان أنا شخصية كبيرة ولا حاجة. طيب يا ريت تحكي لنا ذكرياتك عن مع هالتنظيم هاي، شو سويت، شو أكثر شغلة عملتها بوقت التنظيم تعتبرها انه شغله مميزه انت يعني رحت حاربت؟ هل مسكت السلاح؟ هل قاومت؟ لا، احنا عندنا كان الجماعه متقسمه لجزئين، في جزء دعوي وجزء عسكري، فاهمني؟ الجزء ده انا كنت تبع الجزء الدعوي اللي هو بينشر الفكر، بينشر الايديولوجيا، ازاي ان انا اجند ناس، فانا دي كان عندي مهاره فيها ان انا ازاي اقنع حد بالفكر واخليه يلتزم ويستمر بالمتابعه معايا، فدي بتبقى عايزة حد يكون عنده المهارة دي، فأنا كان عندي المهارة دي. أنا ما وصلتش لمرحلة الجناح العسكري، بس كنت أتورط في حاجة في 94 قبل الاعتقال، كنت قابلت واحد اسمه باسم، ده كان هربان، كان قاعد في ليبيا، بعد كده رجع عشان يجاهد، فحد يعرفه قال له، نزل على واحد صديقه في عين شمس يعني، وقال له شوف لي مكان أقعد فيه، فهو ما كانش عنده مكان، فجابه عندي أنا جبت له مكان. فاحنا ساعتها كانت الضربات الامنيه شغاله بقى وفككت الجماعه زي ما حصل في الاخوان دلوقتي، فتلاقي مجموعات مثلا من الجماعه موجوده في الواقع وهربانه ومعاش اتصال بقياده الجماعه بسبب الضربات الامنيه. فهو قال لي انا عايزين اتصال عشان انا عندي عمليه عايز اعرضها على الجماعه. قلت له عمليه ايه؟ قال لي بعدين ابعرفك، بس شوف لنا اتصال نوصل للقياده عشان نعملها، ما تبقاش عمل فردي، تبقى باسم الجماعه، يبقى هي اللي امرت بيها يعني. قلت له اوكي، بس انا معاك في العمليه دي. قال لي خلاص اوكي، احاول من ناحيتك وانا احاول من طرق تانية، ولما نوصل نحضر الموضوع ونشوف هنعمل ايه. انا في الظروف دي اعتقلت. بعد 4 شهور لقيت المجموعه دي ضربت نجيب محفوظ. فكانت بالنسبه لي ده ازاي حد مني ده؟ انا كنت هبقى في المجموعه دي. فاهمني؟ فربنا نجاني يعني بالاعتقال زي ما بيقولوا. يعني اعتقد للاسف الشديد جريمه مثل هيك تعتبر شرف للي بالنسبه للمتدينين المشاركين. انا بالنسبه لي ساعتها كلنا فرحنا جوه المعتقل لما سمعنا الموضوع في الراديو، سجدنا سجده شكر من الفرح، وانا كان بدونا عن الناس بقى عندي شعور خاص يعني ازاي فاتتني المعركه دي، فاهمني؟ كان نفسي ان انا ابقى فيها. وكمان قاعدين بقى مستنيين ان نسمع خبر موته، فلما انقذوه كان بالنسبه لنا حزن، والحزن الاكبر ان تاني يوم على طول قتلوا الشخص صديقي دوت، وحزنت عليه وبكيت عليه، لان هو فعلا كان انسان جيد، بس مشكلتنا كانت في الفكر يعني. انت لما تعايش في كتير من الجماعه اساسا شخصيات جيده، كون الانسان يوصل ان يضحي بحياته بكل حاجه في سبيل فكره، فانا بعتبر ان ده صفات شخصيه جيده، صاحب فكر وعي. بس هي الاشكاليه ان حمل فكر اجرامي، حمل دين اجرامي وعقيده اجراميه، فاهم قصدي؟ طبعا انا ما بفرقش ما بين فكر الجماعه وما بين الاسلام، انا بالنسبه لي الاثنين واحد عشان تبقى واضحه يعني. فبالنسبه لي عقيده فاسده حولت الانسان وطلعت أسوأ ما فيه. فانت بعد كده الواحد لما خلص التجربه، طب الناس ديت صعب عليا اكتر يعني، ان ناس ضاعت اعمارها وضاعت اسرها والناس اتشردت من بعديه بسبب عقيده فاسده، فدي لازم نوضع عليها حد يعني. ان انت ناس عزيز عليك وتكتشف ان انت مخدوع، وفي ناس بسبب الخديعه دي ان هي بسبب اخلاصها تلعب بيها، فاحنا كان بتلعب بينا فعلا في سبيل قيادات فاسده، وبسبب في الاساس الدين الفاسد. الفكرة الأساسية هي المشكلة، إنه فكرة خاطئة بالبداية. شو كان سبب اعتقالك يا أخوي أسامة؟ اعتقالي إن أنا عنصر نشط في الجماعة، فكان كل واحد يتمسك بيجيب حد، ده بيجيب لغاية ما جه اسمي، فكنت مطلوب. وأنا من قبلها كنت اتمسكت مرتين زي تحقيقات وخرجت يعني في 93،
مسكت مره يوم كان في شهر تقريبا مارس او ابريل 93، واهلي جابوا واسطه وخرجت. بعد كده اتمسكت شهر ونص في اخر 93 وخرجت. بعد كده يعني شوف الناس ادوني فرصه برضه يعني، بس ما فيش بقى، كان الفيروس متمكن. فلازم تعمل فورمات عشان تنضف من الايه، من الافكار دي. يعني بصراحة اللي بيقبض عليك وبيدخلك بالسجن هو ذات نفسه مسلم، كيف كانت علاقتك معه؟ يعني أنت رجل مسلم من مثلا من تنظيم إسلامي، والرجل ذات نفسه اللي قابض عليك كان أمن الدولة ولا الشرطة، هم مسلمين ذات نفسهم، يعني كيف؟ دي من مفارقات الأمور يعني. أنا في فترة الجامعة الإسلامية كنا بننظر للضباط أمن الدولة دول إن دول أعداء للإسلام، بيحاربوا الدين، وهو حائل ما بينك وما بين تطبيق الشريعه. تمر الايام، الكلام ده مثلا كان 93 94 95، ايام الايه؟ الاب. تمر الايام ويجي في 2000 وبدايه 2010 يتقبض عليا بس عشان سبت الاسلام. وقف قدام نفس الضابط اللي اعتقلني عشان انا متشدد، بيعتقلني دلوقتي عشان انا بالنسبه له ضد الاسلام. وبقول له يا سيدي انا زمان كنت بشوفك عدو للاسلام، انا دلوقتي شايفك ان انت بتكافح افكار متطرفه وبتحافظ على البلد وعلى الوطن، فانا ما بقتش عدوك دلوقتي، انت عايز مني ايه؟ لقيته متعصب ضدي، بقى هو سلفي وانا اللي سايب الدين. يعني انا كنت بشوفه عدو للاسلام، تمر الايام وهو شفت انا العدو للاسلام وهو راجل متدين. دي من المفارقات يعني. مفارقه رائعه يعني، مفارقه ما بعرف حقيقي فعلا. شو شعورك بهاللحظه هي؟ انا بس يا ريت هيك تحكي لنا شوي، تفصلنا في شعورك بهالمفارقه هي. الشخص ذات نفسه كنت تشوفه عدو للاسلام، هلا هو يشوفك عدو للاسلام. ما دي وضحت لي حاجات كتير يعني. انا اتفاجئت، طب انت ليه؟ انا لما كنت بكلمه مثلا عن الاسلام لقيت وشه بينتفخ واوداجه وشه بيحمر ويتعصب عليا، وجابوا لي شيوخ من الازهر عشان يرجعوني، واتناقشت معاهم. يا جدعان وانا وقعت في الجماعه الاسلاميه ولا ايه؟ من خلال التجربه دي اكتشفت ان ما فيش فرق كبير ما بين نظام الحكم عندنا وما بين المعارضه الاسلاميه. الاثنين هم واحد، جذر واحد، الاختلاف ما بين مين اللي يمسك السلطه. مش ان ده مثلا راجل معتدل وده الثاني متطرف، الاثنين اصوليين اسلاميين متطرفين. نظام الحاكم والجماعات الاسلاميه المعارضه. الفرق ما بينهم ان ممكن درجه التشدد اكتر، وصراع السلطه، مين اللي يمسك السلطه ومين اللي يطبق الاسلام. بدي اسالك اسامه، كم شخص خلينا نقول التزموا بالدين على ايدك او على ايد المجموعه اللي انت كنت تديرها؟ انا حقيقي ما حسبتهاش قبل كده، ما اعرفش، بس كان عدد برضه يعني انا كنت ناشط لدرجه ان مثلا انا كنت الاول فرد في مجموعه، بعد كده مسكت مجموعه، فانا مكلف كامر بالمجموعه دي. انا من كتر النشاط الزائد كنت عامل مجموعه، صاب مجموعه يعني، اللي هم بيبقى ايه للاشبال الصغيرين، ثالثه اعدادي اولى ثانوي، كنت انا ساعتها في ثالثه ثانوي. ف في ناس منهم مكمله وفي ناس مر عليها الزمن وبعدت وكده، انما كعدد ما اقدرش احصره صراحه. طيب خلينا نروح على مرحله شو السبب اللي خلاك تفكر اصلا، بما انه انت بهالمجموعه واصل لمرحله من التشدد، شو اللي خلاك تفكر انه في شيء غلط مثلا بالموضوع؟ ما هو الموضوع ما بيجيش خطوه واحده يعني، فاهمني؟ انا اعتقلت مثلا كان شهر 6 94، خرجت 1 98. داخل المعتقل في الفتره الاولى ديت حصل تغير، بس التغير جزئي، مفيش حاجه بتيجي انقلاب شامل يعني، فاهمني؟ فانا مثلا أول 6 سنين كنت مقتنع بالجماعة فكرا وتنظيما. بعد 6 سنين من الالتزام، كنا في 96 تقريبا، إن العالم دي أغبياء ولكنهم حسن النية، بس مش هينفع أكمل معاهم. أنا مش عارف يعني مش عارف أرتبط بيهم بعد الوقت ده. كان حصل لي تغير لما اعرض عليهم افكار، ما فيش حد بيعرف يجاوب على حاجه. كل شويه يقول لك ده الشيخ ده، اصل ده صغير، لو رحت للشيخ الفلاني هتلاقيه كويس، تروح للشيخ الفلاني ما عندوش اجابات،
شو هي الافكار هي اللي كنت تطرحها اللي كلها افكار داخل برضه الحقل الاسلامي مش بعيد عن الاسلام. بس شو هي، يا ريت تعطينا امثله هيك مشان بس هي الامثله ازاي ان انت مثلا انا التزمت معاهم سن 16 سنه، على سن 22 انت عايز تعطل الافكار اللي انت المفروض ملتزم بيها. يعني زي واحد مسلم عايز يقتنع بالاسلام فيبتدي يدرس الاسلام، فهو اللي حصل كده زي ما بقول لك، الارتباط في الاساس كان عاطفي بالجماعه، بعد كده انت بتتشرب الافكار. جيت على سن 22 انا براجع الافكار اللي انا مقتنع بيها كقضايا في الجماعه الاسلاميه اللي انا منتمي ليها اللي هي بتميزها عن الجماعات الثانيه، تيجي تبتدي تسال عن قضايا زي كده، قضيه مثلا الطائفه الممتنعه، قضيه العذر بالجهل، قضيه تغيير المنكر، انا كل ده المفروض ده فكر الجماعه ومفروض انا مقتنع بيه. حقيقه الامر انا مش مقتنع، ده انا مرتبط بجماعه عاطفيا لقيت ونفسي كفرد منتمي ليهم بحقق ذاتي من خلالهم، فبتشرب الافكار دي وبرددها زي الببغاء. مثلا قضيه تغيير المنكر، شو اللي ما عجبك فيه وليش؟ شو حته التصادم مع السلطه، وهل من العقل ان احنا نروح على منكر صغير ناس تتمسك وتتحبس وتقعد طول عمرها في السجن بال10 و15 سنه؟ فين المنطق هنا؟ هو فعلا ربنا عايز مننا كده؟ مش انا مش رافض المبدا، يعني حتى الان الخلاف معاهم مش جوهري، الخلاف يعني نعمله امتى؟ قضيه زي العذر بالجهل، لما قابلنا ناس من افكار اخرى داخل السجون، في ناس ما بتعذرش بالجهل. العذر بالجهل ده عشان اللي مش عارفه، يعني ان المسلم لما يعمل شرك يقع في الشرك وهو لا يدري ان ده شرك، وبيحسب ان هو بيتقرب الى الله زي الصوفيه، هو بيتعبد الى الله بالشرك، بس هو فاهم انه بيتعبد الى الله مش فاهم ان هو كده مشرك، فده حكم ايه؟ الجماعه عندنا كانت بتعذره لغايه ما يفهم الصح، ولازم اللي فهمه يكون عالم. كان معانا جماعات اخرى تكفيريه او نبره التكفير عندها اعلى مننا ما كانش بيعذر بالجهل، فده كان قضيه خلافيه مريره ما بين الجماعات او جوه المعتقل. ولما تيجي تسال حد من الناس قيادات الجماعه تروح لواحد ما فيش ابيض، للي بعده ابيض ميح، اللي بعده ما فيه، ما فين يا جدعان اللي بيفهم؟ انت فاهم القصه زي ما بيحصل دلوقتي مع المسلم؟ طب انت كلمت العالم الفلاني حاول تتصل بيه تلاقي اجابه على اسئلتك، تروح للعالم الفلاني تلاقيه حمار. طب لا ده في عالم تاني مش عارف فين، لو رحت له هو اللي هتلاقي الاسئله وهيرد لك على كل الشبهات عن الاسلام، تحاول توصل له وتلاقيه عبيط. هي كده. فانا التجربه دي مريت بيها داخل الجماعه حوالين فكر الجماعه الخاص مش عن الاسلام نفسه، زائد المعامله لما تيجي تناقش تلاقي نفوه، يعني الناس ما بتقبلش الاسئله، انت فاهم قصدي؟ فوصلت لمرحله احنا مع ناس اغبياء هنضرب دماغنا في الحيط مش هنوصل لحل، بس الفكر كويس والناس حسن النيه، عمري ما في الفتره دي ما شككتش فيهم، فسبت التنظيم او وبس مقتنع بالفكر. لما خرجت في بدايه 98 كنت زي ما انا فكريا انا منتمي للفكر دوت، فكر الجهادي ده، بس انا ضد التنظيم كتنظيم او قيادات، مش شايف ان انا ينفع انتمي ليهم، حبيبهم وكل حاجه بس مش قادر اكمل معاهم. قعدت 3 سنين في بره، كملت الكليه بتاعتي وتوسعت بقى ان انا ابحث عن الفكر بتاعي، احاول افهمه اكتر. في الفتره دي قريت كميه كتب مهوله، يعني معظم كتابات محمد قطب وسيد قطب، الدراسات اللي اشرف عليها محمد قطب في السعوديه من مؤلفات سفر الحوالي ومؤلفات ناس كان تلميذ عنده زي رساله الولاء والبراء للقحطاني، ايه تاني، بعض الكتب تحت اشراف محمد قطب، يعني كانت بتبقى رسائل ماجستير ودكتوراه في جامعه ام القرى. فاكتشفت ان يعني ساعتها كمان يعتبر تشددت اكتر كمان فكريا، كنت اقرب كده لفكر القاعده، بس لا زال الارتباط العاطفي موجود مع الجماعه بتاعتي، ان هي دي اللي انا ارتبطت بيها في سن صغير، سن 16 سنه، كحب للناس مش رغبه في الانتماء للتنظيم. يعني جيت اعتقلت تاني اخر في شهر 1/2001 لغاية شهر 10/2003. في الفترة دي حصل بموضوع بقى المراجعات الفكرية، ولما قابلت الشخصيات القيادية التاريخية اللي هي أسيتي الجماعة، لأنهم كانوا معزولين في سجن لوحديهم، فجم اختلطوا بقى بالجماهير، بالجماهير بتاعتهم عشان يشرحوا لهم المؤلفات الجديدة ويعرفوهم بالفكر الجديد.
لقيت ناس يعني اقول لك ايه، يعني لو ما حبيناش نغلط فيهم اجهل ما يمكن، مفيش حد عنده اجابه على حاجه برضه، محدش فاهم حاجه. تكتشف ان انت كنت وقود في معركه، الناس دي كانت استخدمتنا للضغط على النظام عشان يحققوا مصالح شخصيه ويوصلوا للحكم، فشل الموضوع شايلونا احنا الغلط. اتقالت كده باللفظ، كان عندنا واحد امير الجناح العسكري في مصر كان اسمه طلعت حسين امام، اتقال كده من ناجح ابراهيم نفسه ان الراجل ده حاولنا نخليه يقف عن الجهاد عن العمليات العسكريه ما رضيش يسمع الكلام. كان تبين احنا امن مركزي اصلا، يعني مفيش حد يقدر يتنفس الا بامر. فتيجي تقول ان هو عمل جهاد وعمليات مسلحه بدون علمكم، شويه كدابين. طب ازاي اصلا واحد زي عصام عبد الماجد اللي هو الهارب دلوقتي في قطر ولا في تركيا، كان بيخرج لنا، هو كان بيكتب قصص ادبيه، كان بيخرج لنا قصص بيحرضنا فيها على الجهاد والتضحيه وبذل الغالي والنفيس في سبيل رفعه الدين، وازاي انت كنت رافض اصلا؟ اللي خلاك طلعت مثلا بيان في 97 بوقف العمليات المسلحه وعملت مراجعات، ما انت كنت ممكن توصل لنا عن طريق اي زيارات، عن طريق اي محامي، عن طريق اي صحفي، ما حدش يعمل حاجه وحدش يسمع كلام الراجل ده. بس هو كله نصب في نصب، هم جربونا في معركه كنا احنا الوقود بتاعها، فشلت المحاوله ما وصلوش الحكم، عملوا صلح وطلعنا احنا اللي كنا متهورين، وهم كانوا بيحاولوا يلموا الموضوع بس مش عارفين، شيلونا احنا الغلط يعني، فاهمني؟ شويه افاكين يعني. للأسف الشديد. طب خلينا نكمل في المرحلة الثانية، اللي خلينا نقول أنت بدأت بأول مرحلة إنه يعني ابتعدت عن التنظيم، خلينا نقول عمليا، وهالأشياء هي اللي خلتك تتغير. شو الأشياء الثانية اللي أثرت على تغييرك؟ طب ممكن بس 15 ثانية أجيب مية وأشرب وأجي لك. تمام. على كل حال أصدقائي، أنا أرحب بكل الأصدقاء وأتمنى من كل الأصدقاء طرح الأسئلة. طبعا مثل ما بتعرفوا يعني أصدقائي، لو سمحتوا يعني تنشروا رابط الحلقة حتى يصل لأكبر عدد ممكن من الأصدقاء، وطرح أسئلتكم. طبعا أخوي أبو الحكم راح يوصل كل الأسئلة، فأتمنى منكم طرح الأسئلة. على كل حال في كم سؤال يظهر حلقتنا راح تطول مع ضيفنا، ف انت معي؟ ايوه. تمام. على كل حال خلينا بصراحه جتني بعض الاسئله، ما بعرف تاخذ بعض الاسئله ولا نروح على المرحله الثانيه والاشياء اللي اثرت في تغييرك. نكمل احسن القصه وبعد كده نشوف الاسئله، ولا ايه رايك؟ تفضل. عشان بتشتت انا بسهوله يعني. فالمرحله الثانيه بعد جوه السجن، ان انا سبت الجماعه في 2002 فكرا وتنظيما، بعد ما قابلت شويه النصابين اللي هم اسسوا الجماعه بتاعتنا معايا. بعديها بسنه، فضلت سنه بعد الموضوع دوت في داخل الجماعه، داخل السجن لما اعلنت تركي للجماعه، ابتدوا بقى يعاملوني معامله المرتد. يعني احنا كجماعه كنا نظريا بنرفض فكره التكفير وبنحارب التكفير وبنعمل بحث اسمه العذر بالجهل، فاحنا المفروض ان احنا ناس طيبه يعني، ولكن عمليا كنا بنطبق قواعد المرتد على من يترك الجماعه. وهو ده اللي حصل، ابتدوا بقى ان هم يضطهدوني في الداخل، ان انا ابتديت اسيب ان انا سبت الجماعه، يعني ما بقاش ليا نفس المميزات بتاعه المنتمي. يعني لو في مثلا زنزانه كويسه حابب اروحها وفي واحد من الجماعه حابب يروحها، لا هو اللي يتبدى عليا الحاجات اللي بيبقى ايه اداره السجن جوه. انا اكتشفت ان احنا، الله يا جدعان، احنا مش كنا احب اخوه في الله، ده احنا كنا اخوه في الجماعه بقى، وانا كان منصوب عليا. قدامك الحقائق بتكتشف يعني، بالظبط كده زي فيلم اللي هو اسمه ايه بتاع، افتكره دلوقتي، اسمه شاتر ايلاند. طول الفيلم فاهم ان هو كان بيحقق على واحد مش موجود في المستشفى، اخر الفيلم بيكتشف ان هو الواحد دوت، وان الحقيقه الناس اللي كان بيشوفوا ان هم اشرار طلعوا هم الدكاتره اللي كانوا بيعالجوه. الموضوع منعكس تماما، فالناس اللي انا كنت بشايفهم ان هم اخيار قيادات الجماعه اللي ضحت بعمرها، لقيتهم هم الاشرار. فاهمني ازاي؟ ان انا مجرد ان انا سبت الجماعه وقلت لهم ان احنا اخوه زي ما احنا، وانا ساكن معاكم في داخل زنازين الجماعه من باب ان انا فرد منكم، انا مش فكر اخر.
لغايه ما ربنا يكرمنا ونطلع بره المعتال وكل واحد يبقى في طريقه. ما عجبش الكلام قلبوا عليا. الفتره دي ابتدت تقوم مناوشات بقى، هم يضايقوني في حاجه، انا اكلم واحد واعرفه حقيقه الجماعه، كان صراع ان هم ازاي يتعبوني وانا ازاي اكلم ناس واخرجهم. فزمان كنت بدخل الناس للجماعه ابتدي اخرجهم من الجماعه. فالموضوع قطع يعني. اكتر حاجه تتعب الجماعه الجماعات الاسلاميه ان انت تكلم واحد يخليه يسيب التنظيم او تسلط عليهم الاعلام زي ما كان بيحصل في الاخوان ايام ما وصل للحكم. كان يعني اكتر حاجه تعبهم البرامج اللي بتتكلم على التنظيم، ان انت تسلط الضوء، هو عايز على طول يبقى كيان مظلم مخفي محدش يعرفه عشان الوساخه بتاعته ما تبانش، ويعيش في الهاله الاسلاميه والبراقه اللي دول الاخوه المتدينين بتوع ربنا. انما انت لو تقترب هتلاقي الناس العاديه افضل منهم بكتير. فاهم القصد؟ فقعدنا في الفتره دي كده قرابه سنه لغايه ما تم الافراج عني. فكان اول دفعه بعد ما المراجعات ابتدوا يفرجوا الناس بقى ايه بالتدريج يعني. فكنت انا من اول الناس اللي خرجت بسببهم هم يعني. هم الحسنه الوحيده اللي عملوها فيا ان هم لما وصل الامن ان انا مضطهد منهم، وان انا هم قالوا عليا ان الواد ده سابنا وعمال يعمل مشاكل معانا عشان بيشتم في المشايخ مؤسسي الجماعه وبياخد الناس يكلمهم ويحرضهم على ترك الجماعه كده، الحكومه اتاكدت 100% ان انا فعلا مش منهم. فكنت من اول الخارجين. دي يعتبر الحسنه الوحيده اللي عملوها فيا يعني. بس خرجت من المعتال، انغمست في الدراسه، كنت خدت بعض دورات في المجال اللي انا اشتغلت فيه التخاطب، وبعد كده سافرت السعوديه. فتره السعوديه دي بقى كان بالنسبه لي اللي هي المراجعه الفكريه عن الاسلام نفسه بقى. بدات بعد تقريبا سنه من بدايه السفر، انا عندي التلفزيون بألف في القنوات بتفرج على القنوات الاوروبيه، ففوجئت ان في قناه بتتكلم عن الاسلام، قناه الحياه. فايه ده، الاسلام في حاجه غلط، ايه العالم المتخلفه دي؟ كمان الراجل الكذاب ابو لبس اللي هو الاسيس المصري زكريا بطرس. فاستحاله يكون الاسلام فيه. طب الاول حاجه ما يعني ما استحملتش الكلام، قفلت، حولت يعني او قفلت. بعدها بحوالي شهر، طب ما تسمع يا واد الناس دي بتقول ايه، على الاقل تعرف العالم دي بتفتري على الاسلام ازاي. فاهم ازاي؟ فتحت فعلا برامج وسمعت. الله كمان بتكذب وبتقول ان مش عارف الكتاب الفلاني الجزء الفلاني، طب ما الكتب ما موجوده، افتح الكتب وشوف. فتحت كل حاجه لقيتها سليمه يعني، بعيدا عن النظر اللي احنا واخدين عن شيوخ، سواء شيوخ الاسلام او شيوخ المسيحيه، ان هم سهل يكذبوا عشان دعوتهم. هو وصلت القناعه ان الاسلام من السوء بدرجه ان انت ما يحملكش او يكلفك ان انت تكذب عليه. ده هو كل وساخته باينه وموجوده في الكتب، والموضوع يا بس انت تدور تقرا. فقعدت صراع مع نفسي 3 سنين لما كذا موضوع اكتشف ان هو كلامهم او نقدهم من الاسلام صحيح والموجود في الموضوع في الكتب، قلت لا ده كده الموضوع ده عايز قعده، مش هينفع نسرع فيه، وادينا الوقت معانا وبراحتنا. لقيت ان صوره بتتكون قدامي جديد، بدل الاول مع الجماعه اللي هي الفئه المنتقاه من البشر اللي ما فيهاش غلطه، الناس الانقياء. وشويه بشويه اكتشفت ان الجماعه دي شويه نصابين. ابتدت الصوره ديت لقيتها بتتكون قدامي عن الاسلام نفسه، عن الرسول والصحابه. تفهمني؟ لا، بتوصل بقى عند بعد مرحله 3 سنين لقيت نفسي انا كده بقى بخدع نفسي، انا عمال عامل بالظبط زي ايه؟ يعني عارف زي اللي مثلا متجوز واحده منحرفه وكل شويه يلاقي حاجه بس يكذب نفسه. لا ده يمكن كذا، ده يمكن كذا، ده يمكن كذا. قلت انا هنفضل اخدع نفسي لغايه امتى؟ هي منحرفه. فاخدت القرار بقى بترك الاسلام، كان في نوفمبر 2008. في الفتره دي كان معايا اخوان مسلمين في المدرسه اللي شغال فيها في السعوديه، فكانوا حاولوا ان هم يضموني للتنظيم. فاهمني؟ انا رفضت باسلوب طيب يعني، قلت لهم بصوا يا جماعه انا كنت في جماعه قبل كده واعتقلت، والضابط متفق معايا ان انا اخرج ابقى في حالي يعني، حتى الانضمام لحلقه القران مش عايزك، فانا اخاف ان انا انضم لحد بعد كده يتاذي تاني، ده غير ان انا اساسا مش مقتنع بفكر الاخوان. فانا حتى لو اقتنعت بالفكر بتاعكم اقول ربنا يقويكم وتنتصروا، بس انا مش هعرف ابقى واحد منكم.
كان الاول بيعملوني معامله طيبه جدا. من بعد ما قلت الكلمتين دول لقيت نفسي اللي مر معايا جوه المعتقد مع الجماعه الاسلاميه بيتكرر تاني. ابتدوا يعيشوا عليا دور بقى ايه؟ ان انت واحد اشتريت الدنيا واحنا اللي اشترينا الاخره. الناس اللي هي عايشه لشهواتها وبس. فقلت انا في ساعتها بقى كنت ايه؟ كنت قربت اسيب الاسلام. بس قدامي بقى اتطرحت قضايا كتير وقريت فيها. انتوا يعني انا الصوره المكونه عنهم شويه جهل واغبياء خرفان. اي مسلم بالنسبه لي مقتنع بالورا ده هو مجرد خروف ماشي ورا ليه؟ وماشي ورا محمد. فيعني انا سايبكم في حالكم وبرده باسلوب كويس ان انا مش عايز انضم ليكم. تحطوني بقى ان انا اللي اشتريت الدنيا وانتوا اللي ما فيش منكم؟ طب تعالى انت وهو بقى استحمل. فابتديت ان انا اهاجمهم، مش بهاجمهم كمان فكر جماعه، فكر جماعه الاخوان. بقيت اشكك في الاسلام بس باسلوب التساؤلات. الله ده ما ده في كذا كذا، معقول الكلام ده؟ حد يعرف يجاوب على الموضوع ده يا جماعه؟ يسمعوا كلهم حمير ما يعرفش يردوا. لغايه ما راحوا اشتكوا المسؤول الاول ده بواحد كان عندهم عايش في دور اللي هو طالب العلم ومهتم بعلماء السعوديه السلفيين. فهو كان عايز اللي هو يسلفن جماعه الاخوان، يعني عايش في دور ان هو هيعمل تغيير في الجماعه يعني. فهم جابوه على اساس ان هو الوحيد اللي بيفهم فيهم. فابتدوا يسالوه الاسئله بتاعته فما وقعدوه معايا. فما عرفش يرد على حاجه، بيقول ايه ده انت فاجئتني بحاجات جديده اول مره اسمع عنها انها موجوده في الاسلام. ما عرفش يرد على اي سؤال فتعب. يعني هو بقى الشيخ اللي هو اللي فوق بقى لقى نفسه تحت رجليا. اما بلغ عني هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. هم صراحه الناس ما تستعجلوش يعني ما تسرعوش. فيعرفوا مدرس سوداني عندنا في المدرسه صديق شخصي لاحد المسؤولين في هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال له تعرف اسامه عثمان من مصر وبيشكك في الاسلام؟ قال انا لا اعرف الشخص ولا اعرف الموضوع. قال له طب ايه حقق في الموضوع تشوف الموضوع ايه بدل ما ايه؟ بدل ما ناخده بالظن ونأذيه. فعرفت ان هو بيسال عني الناس اللي في المدرسه. فقلت انا اخد خطوه اروح انا اللي اتكلم معاه. احاول الحق الموضوع يعني. ففعلا ده اللي حصل، رحت اتكلمت معاه وقلت له انا مجرد متسائل وانا عايز احول ايماني بالاسلام من ايمان متوارث لايمان اقتناع. واظن دي حاجه ما تعيبنيش يعني. وانا راجل بصلي محافظ على الصلاه زي ما انا، احنا عندنا صلاه الظهر داخل المدرسه جزء من جدول المدرسه. كله بيصلي طلبه ومدرسين. بنتحول الساحه بتاعت الحوش في المدرسه للصلاه، كله بيصلي فيها. فانا لاخر لحظه حتى بعد ما سبت الاسلام كنت بصلي معاهم عادي، اخش يوجا من غير وضوء وكده. فقلت له انا لغايه انا بصلي وبتشاهد شهادتين وبتساءل في الدين عشان اتعلم ديني، انا فين المشكله دلوقتي؟ مش عارف. فالراجل ما لقاش حاجه يعني، فاهمني؟ ما عرفش يمسك حاجه. فبلغ الراجل فعلا مسؤول البتاع ان الراجل مجرد ان هو بيبحث والتساؤلات اتعبت الناس، وقالوا له اسكت وسكت. خلصت السنه الدراسيه، كان فاضل عليها شهرين ثلاثه، قدمت استقاله ونزلت قلت اهرب بقى بنفسي قبل ما ايه؟ قبل ما اتعكف حاجه، لان انا ما بعرفش امسك لساني يعني. وفعلا رجعت مصر لقيت الضابط اللي اعتقلني كان ساب المنطقه بتاع المكتب بتاعنا ورجع تاني. فبعد كذا شهر من الوصول لقيته بيبعت لي تعال عشان المتابعه، احنا عندنا في حاجه اسمها متابعه كده. يطمن عليك وصلت لغايه فين؟ في تطورات ممكن تخوف ولا لا؟ مجرد ان انت بتروح له كل فتره يبقى انت على طول عندك هاجس، فما تقعش في الغلط تاني وتعيش الراحه يعني وتعمل تنظيمات تاني ولا حاجه. فلما جبته بيقول لي فاتح الملف قدامه بيقول لي انت فاكر لما عملت كذا؟ فاكر لما كنت كسرت التلفزيونات لاهلي في البيت؟ ده سبب الاعتقال التاني. انا كسرت التلفزيون والريسيفر وكانت معايا يعني كانت صدمه جامده. فابويا اشتكى للضابط، الضابط اعتقلني فيها. هو اشتكى له على اساس ان ايه؟ يعني خوفه عشان ما يعملش كده فينا. انا بالنسبه لي بقى التلفزيون ده وثن ويجب القضاء على الاوثان كما محمد حطم الاوثان عند فتح مكه. فاهمني؟ بصراحه قصه رائعه. انت يعني سويتها. والدي بزمان اول ما كنا صغار كان يقول التلفزيون حرام بالبيت، وتمت فتره طويله حتى كبرنا جبنا التلفزيون على البيت يعني. بس فلقيت الظابط بقى بيذكر لي الحاجات اللي ايه؟ كان يوم الحساب ويذكرني بسيئاتي.
فانا قلت له لازمته ايه التاريخ القديم ده يعني، ده كان ماضي وخلص. قال لي ما دي اخر حاجه اعرفها عنك، ايه الجديد؟ فانا في متوتر احكي له ان انا سبت الاسلام ولا ما احكيش، مش عارف رد الفعل هيبقى ايه. انا عايز اقفل الملف بتاعي ان انا خلاص القصه دي انتهت، وفي نفس الوقت خايف يفتح لي حاجه جديده. فقلت له عادي يعني انا عايش مفيش جديد في حالي. فقال لي طب اسالك سؤال، بتسال بتصلي فين؟ قلت له ما بصليش. عمل كده قال لي ازاي؟ قلت له يعني ايه؟ قال لي اسامه عثمان ما بيصليش. قلت له اللي حصل بقى، ربنا يعني هنعمل ايه؟ اتغيرت فمش عارف يعمل ايه؟ قال لي طب بتصلي الجمعه فين؟ على اساس ان معظم المسلمين ممكن ما يصليش بس صلاه الجمعه بيصليها. قلت له كمان ما بصليش الجمعه. قال لي لا كده في حاجه. فقلت له حاجه ايه؟ انا مش عارف انا. فقلت له اتكلم وتديني الامان. قال لي اتكلم. قلت له انا سبت الاسلام. بص كده اتصدم. يا نهار ابيض. قال لي يعني ايه؟ قال لي يعني ايه؟ طب ومين اللي خلق الجنين والحمل ومش عارف ايه؟ قلت له يا عم هو انا قلت، قلت له انا قلت لك انا ما فيش ربنا، انا بقول لك سبت الاسلام. وعند المسلم الاسلام وربنا مع واحد، لو سبت الاسلام كانك سبت ربنا يعني. قلت له انا قلت لحضرتك ان انا ملحد؟ انا بقول لك سبت الاسلام بس، انا ما قلتش ان ما فيش ربنا. اللي هو مين اللي خلق ده؟ ما هو ربنا اللي خلق، بس انا مش مقتنع بالاديان. قال لي ازاي يا ابني؟ طب انت يعني قريت ايه؟ قلت له قريت عده كتب زي كذا 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 ووصلت للقناعه دي. حكيت له القصه زي ما حكيتها لك كده، شفت القناه وتابعت مش عارف ايه لغايه ما خدت القرار وسبت. قال لي طب معاك الكتب دي في البيت؟ قلت له معايا على PDF. قال لي طب جيب لي نسخه منها. حلو، حكيت له القصه كلها والتطورات بتاعتي هناك. وقال لي ايه؟ قال لي امشي دلوقتي وجيب لي الكتب. فرحت له فعلا بعديها، اتصل بيا قال لي تعالى دلوقتي، حضرت له الكتب على اسطوانه واديتها له. فطلعني بقى رئيس المكتب. فرئيس المكتب قال لي بص انا مش هطول عليك يا اسامه، انا سمعت القصه من الضابط، انا اسالك بس على بعض التفاصيل وعايز يعرف ورايا تنظيم ولا مع نفسي. فقلت له انا ما اعرفش اي حد ولا اتكلمت مع حد في حاجه. قال لي بص يا ابن الناس انا بصريح معاك، انت لو اتكلمت مع اي حد في حاجه زي كده حاجه من الاثنين، يا اما يقولوا عليك مجنون يا اما يمسكوك يأذوك ويضربوك وممكن تروح في ايديهم. فالله يكرمك انا مش عايز مشاكل في المنطقه بتاعتي، فخليك في حالك. قلت له يا باشا انا ما كلمتش حد ولا ناوي اكلم حد، كل واحد مع نفسه، انا القصه خرجت من دماغي وعايز اعيش في حالي. قال لي بس برضه يعني لازم تعيد تفكير، يعني لو انت اكتشفت مثلا انت غلط ترجع للاسلام؟ قلت له طبعا. قال لي خلاص انزل للضابط بتاعك اللي انت كنت بتتكلم معاه قبل كده وشوف هيقول لك ايه. اعتبر محضر العرض بقى ان هو يقعدني مع مشايخ. هقعد مع مين؟ قال لي ايه رايك؟ قلت له صراحه رايي انا رافض. قال لي ليه؟ قلت له اصل انا عارف الشيوخ اللي سمع يحصل ايه، هيتناقش معايا هرد عليه هيحس بالعجز هيبتدي يغلط فيا وانا غلطان فيه ونبقى خسرنا بعض. طب لازمتي ايه؟ قال لي لا لا انا اجيب لك ناس محترمه. قلت له زي مين يعني؟ قال لي في شيخ اسمه جمال سمك. قلت له اعرفه بشوفه بس ما مش متابعه متابعه جيده يعني. بعد كده لقيته بيتصل بيا قال لي روح على زغلي في ناس مستنياك. فروحت لقيت جايب لي ناس من الازهر بس مش الشيخ جمال سمك يعني. فاتكلموا معايا احكي قصتك يعني انت ايه الافكار اللي عندك. حكيت اول جلسه، تاني جلسه ابتدوا يتناقشوا معايا يرد بقى على الشبهات اللي عندي يعني. فالرد العبيط كنا اول قصه ناقشناها موضوع الرقيق. فكان الرد العبيط المعروف عند المسلمين ان الرسول فتح الباب للتحرير وان شاء الله بعد ما يموت هيبقى الناس هيحرروا يعني. قلت له بس انت مقتنع معايا ان مفيش نصوص، في نصوص بالتحليل وفي مفيش نصوص بالتحريم. زي الخمره بقى كان في نصوص بالاباحه بعد كده بقى في نصوص لمنعها. فعمال يلف ويدور بقى زي الايه؟ زي التعبان. فالمهم قال لي إيه انت ممكن يعني انت مصاب بمرض الشك ومش مرض الشك، قلب الموضوع نفسي عليا. فقلت بس ابتدى بالغلط استحمل بقى. قلت له بص يا حضرتك انا يعني انا يعني ايه معذر حضرتك، بتاكل عيشك من الموضوع ده فعمرك ما تقول عليه غلط. فقام اتصدم ازاي تقول كده، حس بالاهانه يعني ان هو مش انسان صادق وان هو مش بالموضوع ده عشان مغانم دنيويه. قلت له ما ينفعش ان انت عشان مش عارف ترد على حاجه ترمي الموضوع على نفسيتي، الكلام ده ما يصحش يعني. انت مش عارف ترد على حاجه دي حقيقه، وانت انا عذرك مش هينفع تطلع الاسلام غلط لان ده اكل عيشك ودي وظيفتك بس. وسيبنا الموضوع كده. رحت للضابط بعدها عملت ايه؟ وطبعا كان عارف بس بيسالني يعني.
قلت له حصل كذا كذا، متعصب عليا. قلت له بقول لحضرتك ايه، انا مش عايز اقعد مع الناس دي تاني، في حاجه في مشكله؟ قال لي لا. وكان ساعتها بقى يزعق ويتعصب، ولا كاني واحد من الجماعه الاسلاميه اللي كنت منتمي فيها. فقلت له انا، قال لي خلاص ما تقعدش معاهم، يلا هو بس لو حد جالي هنا وقال لي ان انت كلمته في شيء هحبسك وبالقانون هعمل لك قضيه اصدار اديان. قلت له انا مش ناوي اكلم حد. بعدين قاموا قبضوا عليا، قعدت 4 ايام عندهم، دخلت الحجز لقيت محاط بالسلفيين، قلت يا دي الورطه اللي انا فيها. فالناس بيتكلموا معايا، ما تقوم تصلي يا عم؟ قلت لهم لا ما بصليش. ازاي؟ قلت لهم اصل انا نفسيتي تعبانه، ولما نفسيتي بتتعب ما بصليش. ما مش عارف اقول لهم بقى، فاهمني؟ ما اعرفش رد فعلهم ايه. يا عم قوم صلي معانا يا عم. فالمهم عرفوا من الكلام ان انا كنت معتقل، كنت اخ وكنت حافظ القران. قال لي يعني انت كنت حافظ القران؟ قلت له اه، وكنت ملتزم واعتقل. قال لي امال ايه اللي حصل لك ده؟ قلت له نصيب، معصيه بتجر الواحد لغايه ما يلاقي نفسه بعيد عن ربنا وكده. فجيت في مره ايه، حسيت ان هم مزوين عليا من الظابط، فقمت قايم متودي ومصلي معاهم على الفرحه بقى اللي حصلت، فاهمني؟ فصليت معاهم اخر 3 ايام، اليوم الثالث او الرابع لقيت الظابط بعت لي اتكلم معايا. قال لي يا عم اسامه الاخبار؟ قلت له انا مش عارف دلوقتي، انا عملت لكم ايه؟ يعني ايه غلطتي بالظبط؟ انا دلوقتي ممسوك ليه؟ قال لي يا عم انا مش هعتق لك. مين قال لك ان انا هعتق لك؟ قلت له ما انا جاي هنا ليه؟ قال لي حبيت احطك في وسط الاخوه عشان تفتكر ربنا تاني. شو كان انت راجل كنت عم تصلي؟ عيل قال لي عايزك ترجع الاسلام يا ابني، انت اخرك جهنم كده، وانا ما يرضنيش، وانت في يوم من الايام كنت حافظ القران، فازاي تروح لجهنم؟ فانا حبيت افكرك بالجو الديني وترجع للدين بس ما تبقاش متشدد. فقلت احطك في وسط الناس، الجو اللي جو الاخوه يعني. قلت له ايه المطلوب مني دلوقتي؟ رجع يا عم الشيوخ اللي هم كانوا بيكلموني ويتكلموا تاني، يمكن في امل. قال لي لا، يعني ايه؟ انا اللي مطلوب منك حاجه واحده، صلي صلاه الجمعه في المسجد، كل جمعه الاقيك في المسجد. اول مره، اول في الاول هتبقى تمثيل، وبعد كده هتقلب بجد وهترجع للدين تاني. قلت له عينيا الاثنين، هو ده بس المطلوب؟ كل جمعه تلاقيني في المسجد. وفعلا قعدت بعدها فتره كنت بصلي فعلا في المسجد عشان هو متراقب. أسامة يا ريت تحكي لنا بس شعورك وانت عم تصلي الجمعة هاي، انت لشخص لا ديني، خلينا بس بالاسلام، انه عرفت انه الاسلام خرافة ومع ذلك عم تروح تأدي هالطقوس هاي وانت عم تأدي. يعني مأساة، هنعمل ايه؟ عايشين في قهر يعني، مش عارفين نعيش، الواحد مش عارف يعيش اللي جواه. مثلا انت واقف وعم ترجي، طبعا مش متوضي، دي اول حاجة. طبعا قاعد ما يعني ايه، بسمع اللي بيقول لي اشجيني يا عم، بعمل حركات معاهم اليوجا، سلم وامشي. هتعمل يعني احساس بالقهر طبعا، انت مش عارف تعيش افكارك في دوله متخلفه، وقاعد في يعني واقع في ايد ناس متخلفين، مفيش حاجه تعملها في ايدك يعني تعملها. يعني قعدت انا كده شويه، قعدت كده كام شهر، بعد كده بطلت. كنت كل ما اروح له ايه الاخبار، اخبار الهي سي سي في اللي دماغك، اقول له لسه في شويه يعني محافظ على الصلاه. اقول له صراحه ما بكملش يوم، بصلي بعض الصلوات وصلوات لا، وانا كنت ما بصليش اصلا. بدي أسألك، بعد ما اكتشفت خرافة الإسلام، هل فكرت إنك تدرس على الأقل أديان أخرى؟ وطبعا المسيحية هي متواجدة أكثر شيء في مصر بعد الإسلام. لا بقى، انا قعدت يعتبر مختفي، ما بتعاملش مع حد خالص لغاية ما قامت الثورة. بعد الثورة انخرطت. أنا ما قصدي على نشاطك، قصدي على تفكيرك، هل فكرت هل انا بقول لك، انا بقول لك اهو، فانغمست في العمل السياسي وانضميت لحزب، ما بقتش اقرف خالص، انا خلاص سبت الاسلام وخلصت على كده. فقعدت قعدت منتمي للعمل الاسلامي، حاولت ان انا اعمل من خلال الحزب بتاعي ان انا ازاي انشر العلمانيه، ان ما ينفعش الشريعه والجماعات الاسلاميه دي، احاول اكلمهم يعني ازاي نتعامل معاهم، اللي خلاص بقينا في حقل واحد، حقل السياسه، هقابل الاخواني وهقابل السلفي، ان بقى ليهم احزاب. فازاي ان انا اعرف الناس اللي في الحزب بتاعي اللي هو كان المصري الديمقراطي، ازاي اعمل لهم توعيه، ازاي يتعاملوا مع الناس دي، انت فاهم قصدي؟ فهو ده اللي كان شاغلني، ما مش شاغلني حاجه تانية. وخلاص يعني انا خدت ملف واتقفل يعني، فاهمني؟ انا همي دلوقتي ان انا انشر، ازاي انشر فكره العلمانيه، وازاي ان انا ابعد الناس عن الدين بس بدون ما انا اواجهه بانتقاد للدين.
يعني شويه بشويه، وفي كذا، واعرض له الحاجات اللي انا شفتها بس بطريقه تساؤل، ده في كذا كذا، الواحد مش عارف يحل الموضوع ده ازاي. نظام تشكيك عن طريق التساؤل، مش بمعلومه صريحه ان ده غلط والاسلام غلط وكل ده وانت فاهم. كتيه دي اللي انا بفكر فيه فقط. فاهمني؟ طيب لو انا قابلت ناس كانوا من الجماعه بتاعتنا القديمه، كانوا سابوا وكانوا يعتبر في السلفيين في الفتره دي. فلما انا كنت اتكلم معاهم واشتم في مشايخ الاسلام وابتدي اقول الحاجات في احاديث، ففي ناس هددتني منهم. بعدين لقيت واحد صديق ليا بيقول لي ده في سفر لهولندا تقدم لجوء، بس لازم تحط رجلك هناك، تحب تمشي في الموضوع؟ قلت له يا سلام الحق، الغرقان بيتعلق في اشياء، فالموضوع هيكلف كام الف، يعني ايه يا صاب يا صابت يا خابت. ففعلا قدمت، كنت محظوظ، الجواز يعتبر فاضي ما فيش دول تانية، واول مره اروح اوروبا وقبله. واول ما دخلت البلد في المطار نفسه قدام، رحت مكتب الهجره وقدمت البوك. تمام. طب تعرف شيء من حد من اصدقائك القديمين بالتنظيم ولا المتدينين المتشددين كمان ترك الاسلام مثلك ولا؟ لا انا ما اعرفش حد صراحه وصل للمرحله دي، وكتير منهم ساب الجماعه. في ناس يعني ما عندهاش الاهتمام او المقدره ان هو يواصل من مرحله لمرحله فكريا، فاهمني؟ هو خلاص احنا اتسجلنا وتورطنا مع الناس دي واتضحك علينا، فحلو قوي كفايه على كده، هنعيش مسلمين في حالنا الخمس صلوات وخلص، ويجي رمضان نصومه، ولو عرفنا نحج نحج زي المسلمين العاديين. انما حد يكمل بعد كده ممكن يكون فيه، بس انا ما قابلتش. طيب انت وصلت لهولندا فكريا لوين اتجهت؟ يعني تركت الاسلام وشفت كل شيء على حقيقته، لوين صار اتجاهك الفكري بعده؟ انا اتجاهي الفكري حاليا ما يعني بينك وبين نفسك بتقرا بيبقى في تغييرات، انا ما بحبش اتكلم فيها، دي اتعلمتها في الغرب، يعني انت وصلت ايه او انت ايه، دي بيبقى امر شخصي ما بحبش حد يتكلم فيه. انما اللي بعلن نفسي عنه انا مسلم سابق، اللي انا بتكلم فيه بس اللي توجهني فيه انا صح ولا غلط، فانا ما عنديش حاجه معينه اقدر اقول اكتر من كده يعني. طيب انا اشكرك اخوي، اسف اصدقائي اللي صار لي مثل ما بقولوا الزكام راح يجيني مره ثانيه، والزكام تاعي خبيث للاسف. الف سلام عليك. تسلم يا طيب. على كل حال خلينا ناخذ بعض الاسئله. شو رايك ناخذ اسئله؟ طيب عم بيقول هل جربت مناهج اخرى المنهج القراني؟ كثير منضبط، كثير منضبط. اتمنى من الاصدقاء بس يكتبوا، يحاولوا يراجعوا السبيلنج او الاملاء بشكل جيد عشان اقدر يعني عشان ما تخربط علي الامور. هل جربت مناهج اخرى المنهج القراني منضبط ويتيح المجال لكل شيء، لكن هل جربت قراءه المذاهب الاخرى؟ سؤال من كريم. ما الموضوع ده بيبقى الواحد مر بيه بس ما توقفش فيه كتير، يعني في خلال ما انا بقرا لقيت مثلا بيقول لك في مشاكل في البخاري ومسلم، اسمع شيوخ الاسلام في الفضائيات. طب يا جدعان ما البخاري ومسلم موجودين، هم يطلع واحد يقول له ده في البخاري، الثاني يقول له لا ازاي مش في البخاري. فجبت البخاري ومسلم اكتشفت بلاوي. طب احنا احاديث زي كده هنرد عليها ازاي؟ تيجي تقرا في التفسير بتاعها ما فيش ردود، بيثبت الادانه. طب انا اعمل ايه في القصه دي؟ الحديث درجات في الصحه، اكثرها صحه والاقرب يعتبر في قوه القران في الاستدلال الاحاديث المتواتره. فخلاص انا دلوقتي بقى ايه، انا مؤمن بالقران والاحاديث المتواتره فقط. ده كل ده بحاول اجد مخرج للاسلام، ان ما يبقاش الاسلام نفسه غلط. فانا اتنازل عن البخاري ومسلم او اتنازل عن الحديث الصحيح اللي هو غير المتواتر، بس ما اخسرش الدين كله. فاهم ازاي؟ فخلاص انا مؤمن بالقران والاحاديث المتواتره. انت في خلال المرحله دي وانت بتتطور، يعني انا بالظبط كان ايه تكويني ايام الجماعه، ان كان في حاجه اسمها واحد بيدينا دروس في المعتاد اسمها الهويه. انت ازاي تجيب واحد ملحد وتخليه جماعه اسلاميه مش مسلم بس؟ فاول حاجه بتكلمه عن فكره الدين، يعني بيقول لك ان ربنا اختار من الحياه الاديان،
ومن الأديان اختار الإسلام، ومن الإسلام اختار أهل السنة والجماعة، ومن أهل السنة والجماعة اختار الجماعة بتاعتنا اللي ما فيه منها، فإحنا خيار من خيار من فقوس، بصراحة فاهمني؟ بصراحة يعني شوية بندورة وخيار يعني آه، يعني فاللي حصل بقى يعني أنا أخدت الرحلة ديت وبقيت متشدد في الجماعة، حصل رحلة عكسية. الأول سبت الجماعة تنظيما، بعد كده سبت الجماعة فكريا، فأنا دلوقتي تبع المذهب. بعد كده قريت لمحمد عابد الجبري فحطم لي موضوع أهل السنة والجماعة، خلاص يبقى أنا مسلم بدون مذاهب. لما أحب أقرأ في قضية معينة في الإسلام شوف رأي السنة، رأي الشيعة، رأي الإباضية، الخوارج اللي هم فرق الخوارج، وأنا أحاول أكون فكرة واللي شايفه أقرب لضميري هعمله. اللي كذلك من ناحية السنة والاستدلال، سيبك من السنة العادية عشان الأحاديث مليانة بلاوي، فخلينا في المتواتر. بعد كده تلاقي المتواتر مثلا في حديث إيه؟ اللي هو أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماء أموالهم ودماءهم وحسابهم على الله. طب ده متواتر، هنعمل فيه؟ يعني هنا القتال هنا مش على العدوان، القتال هنا على الجبر على العقيدة. طب حتى الاحاديث المتواتره كمان، طب يلا بقى ايه ام الاحاديث المتواتره، خلينا في القران بس. بعد كده لما تشوف بقى بتوصل لمرحله القران تلاقي ان في انتقادات على القران نفسه، زي كتاب اللي هو بتاع عباس عبد النور اللي هو محنتي مع القران، انت فاهم القصه؟ فانت في مرحله من المراحل بتبقى بتحولت القراني، بس ما انتمتش ليهم كناس ولا اعتبرت نفسي في جزء من التيار ده، لا ده كان جزء مع المراجعات الفكرية وما استمرش طويلا. ففكرة اللي هي اللي بيقول عليها القرآنية يعتبر مريت بيها، بس على ايه؟ هي بالنسبة لي هو موضوع التيار القرآني ده ما هو إلا ناس عندهم أزمة نفسية مش قادر يواجه الحقيقة إن الإسلام ده دين عقيدة فاسدة، فدي صعب عليه، فيعمل ايه؟ يبتدي يلف ويدور اللي هو الاسم الأكاديمي بتاعه التأويل. بالضبط بالضبط. هي في علم النفس بيقول لك في حاجه اسمها ميكانيزم الدفاع، التبرير والاسقاط والديناي الانكار وكده. طب في سؤال، في سؤال آخر عم بيقول من حنا بعل، عم بيقول هل كلمة عدو للإسلام شتيمة؟ علي انا؟ هو عم بيسأل، أظن عم بيسألك وقت اللي كنت مثلا كنت مسلم متشدد، هل كانت كلمة عدو الإسلام هي شتيمة إذا قلت يا لا عدو بالنسبة لي الإسلام؟ لما أقولها لواحد إن أنا كده بشتمه، ده في أيام ما كنت تبع الفكر الديني، لما أنا أحب أشتمه أقول لك عدو للإسلام، إنما على حاليا بعتبرها فقرة أنا عدو للإسلام عادي يعني. سبحان مقلب القلوب. طيب سبحان مقلب القلوب. كمان في سؤال للضيف، عم بيقول سؤال للضيف الأخ حنا بعل كمان زاد نفسه، عم بيقول هل كان جماعة يركزون على مسألة الحاكمية ومسألة الولاء والبراء؟ قصدي إذا كانت الجماعة تركز على، يعني مشان بس الإملاء مو صحيح، هل كانت اي تركز على مسألة الحاكمية ومسألة الولاء والبراء؟ لا، هي اول حاجه اتعلمها داخل الجماعه موضوع الحاكميه. يعني انا لما دخلت الجماعه افتكر اول كتاب قريته كان عن موضوع اللحيه، فبالنسبه لي اكبر منكر ايه؟ اللحيه. فجي بعد كده عرفنا، كان اخويا عارف، اخويا كان انضج مني يعني في العمر وفي الفكر، فعرف موضوع الحاكميه فجاي عايز يعرفه لي، فبقول لي انت وجهه نظرك كده اكبر منكر موجود في الحياه ايه؟ قلت له حلق اللحيه. قال لي لا بس موضوع الحاكمية وعدم تطبيق الشريعة. فبصيت كده قلت له اه فعلا موضوع كبير، بس اللحية برضه أكتر عشان منتشرة، وأنا لسه صغير بقى مش فاهم حاجة يعني 16 سنة 17. ففعلا أنت هي دراسة الحاكمية دي هي محور ارتكاز كل الجماعات الإسلامية عشان يدي لنفسه شرعية. طب أنا الناس دي ما هم مسلمين وبيصلوا وبيصوموا وبيحجوا اللي هم الحكام بتوعنا، فعشان ان انا ادي لنفسي شرعيه تواجد ان انا احاربه لازم اطلعه كافر عن طريق الحاكميه وان انا اواجهه عسكريا. اللي بالاختلاف ما بين جماعه والتانيه ان احنا نجاهده دلوقتي ولا بعدين، ده الخلاف كان بيننا وبين السلفيين مثلا. احنا بنقول دلوقتي احنا والجهاد، وفي جماعات تانيه سلفيه يقول لك لا ده هيؤدي الى دماء وسجون ومعتقلات والدعوه هتتضر، فاحنا ما عندناش المقدره.
أسامة بصراحة عشان يعني ما ناخد وقت كتير لأنه في أسئلة كتير والأسئلة راح تاخد معنا وقت كتير، بدي إياك تحكي لنا عن برنامجك اللي عم تحضره على قناتك على اليوتيوب. أنا أقول يعني أحب أبشر أصدقائي إنه أخونا أسامة ابتدى برنامج، وبرنامج رائع بصراحة. أنا أتمنى أخونا أسامة يكمله، وشجع أخونا أسامة يكمل ولا يوقف نهائياً. قناة أخونا أسامة موجودة تحت الفيديو هذا بالديسكريبشن، ممكن الأصدقاء يدخلوا فيه ويتابعوه ويساووا اشتراك بالقناة. وأظن خبرة أخونا أسامة راح تفيد كتير ناس وراح تفتح عيون كتير ناس. أتمنى من كل أصدقائنا الاشتراك بقناة أخونا أسامة. أسامة يا ريت تحكي لنا عن برنامجك اللي حابب هلا بدأت فيه أظن حلقتين وحابب تكمله، واحكي لنا عن طبيعة البرنامج هذا وشو بدك من هالبرنامج. تفضل. هو الفكرة الأساسية من الموضوع اللي هو تنوير المسلمين بحقيقة الإسلام. أنا الفكرة كانت بدأ معايا من فترة، من كذا سنة، بعد الأحاديث اللي جمعتها من البخاري ومسلم بقى عندي حصيلة بستخدمها لما أجي أتكلم مع حد. يعني ينفع الحديث ده يكون الرسول قاله؟ الرسول عمره ما يعمل كده، من باب إن أنا أشككه في الإيه؟ أشككه في الإسلام ويعرف إن في بلاوي موجودة في البخاري ومسلم. بعد ما طلعت ضيف على مع الأخ رشيد في البرنامج، فانا كنت عرضت عليه فكره ان احنا ايه رايك نعمل برنامج، فقال لي فكره كويسه وممكن نعملها. فبقيت احضر للموضوع، حضرت قلت ايه مش هيكفي البخاري ومسلم، احنا عايزين يبقى الموضوع اوسع واشمل من كده عشان يبقى ليه عمق وليه قوه، يعني ما يبقاش مكتفين بالبخاري ومسلم، ان هي فيها كتير من السنه بس مش كل السنه. فجمعت بقى ايه ال 12 كتاب اللي كنت ذكرتهم في البرنامج دول، البخاري ومسلم وصحيح الترمذي وصحيح النسائي وصحيح ابن ماجه وصحيح ابو داود وروايه الغليل والسلسله الصحيحه، صحيح موارد الظمآن، صحيح الترغيب والترهيب، والشمائل، مختصر الشمائل المحمديه، وفي كتاب 12 مش فاكره يعني. جمعت منها الاحاديث على اساس ان انا ايه زي انت شفت البرنامج ايه وتعليق، كان هيبقى كده حديث وتعليق. بس لما طلعت الكم الهائل ده بقى عندي كميه احاديث كتيره جدا، فلقيتها بتشكل مواضيع معايا، مواضيع عن العنصرية في الإسلام، إزاي الدين عنصري على كذا دينيا وحتى كمان عرقيا، يعني تلاقي بيتعامل مع السود وفي تشويه ليهم يفرقوا عن المسلمين العاديين. موضوع مثلا عن وضع المرأة في الإسلام، موضوع عن الرقيق، موضوع عن، عملت دراسة شاملة كمان، لقيت قدامي دراسة شاملة عن محمد. يعني أنا دلوقتي لما باجي أتعامل مع الإسلام أنا بالنسبة لي بقيت قريب من شخصية محمد، كأنه واحد قاعد قدامي زي ما انت قاعد قدامي، عارفه وحافظه، لدرجه ان ممكن في حاجات في السنه اقول لك لا ده مش حقيقه اكيد ما قالهاش، ان غير يعني ما تنفعش مع شخصيته اللي انا عرفتها. انت فاهم ازاي وصل الموضوع؟ ففي دراسه شامله عن محمد من ناحيه اخلاقه، من ناحيه الحاله النفسيه والعقليه بتاعته، من ناحيه ان هو ازاي كان عامل كشيخ طريقه، حته التقديس والتعظيم ليه، من ناحيه الحاجات اللي هو كان بيعملها كاشتغال الناس، يسألوه على سؤال وهو ما عندوش إجابة فيقول أي حاجة من باب إن إيه كده يعني يخلص من الموقف يعني، فاهمني؟ في موضوع برضو عن اللي هو الحالة الاجتماعية واللي أنا بدأت بيه، يعني الحالة الاجتماعية والاقتصادية عن مجتمع المدينة، إن هل المجتمع ده ينفع يطلع ناس سوية اللي هو مجتمع الصحابة الموديل اللي مفيش زيه. ففي موضوع تاني عن أخلاق الصحابة كمان، وجمعت المواضيع ديت دي كمرحلة أولى. عندي كمية تانية من المواضيع، موضوع التناقضات، إن تلاقي محمد قايل حاجة وعكسها، قايل حاجة وعكسها، هو ده اللي عمل الاختلاف، وتلاقي فيه خلاف وفي مذاهب، هو ده أساس الموضوع، أساس الموضوع في السنة نفسها، إن هو كان ممكن يجاوب على موضوع بإجابة وبعديها فترة تانية بإجابة، ومش عايز مش ما تقدرش تطبق فيها الناسخ والمنسوخ، لأن في السنة ما تعرفش مين ايه جه الاول وايه جه الثاني. فاهم ازاي؟ فعندي ملف كبير عن التناقضات دي اللي هو الحديث وعكسه. في ملف اخر عامله عن القران من خلال الاحاديث. يعني في احاديث بتتكلم عن القران، جمعت الموضوع ده، يعتبر نقد للقران يعني. وعملت برضه دراسه عن كتاب الاتقان في علوم القران وكتاب المصاحف لابو داود السجستاني، وضمته مع الاحاديث دي، وهيبقى موضوع على نقد الايه
على موضوع نقد القرآن. مش عارف انا ملفات جنبي تحب تشوفها ولا لا؟ يا ريت يا ريت أسامة، تفضل. مش عارف، هي واضحة كده بالنسبة لك؟ واضحة. دي الملفات اللي انا مطلعها من ال 12 كتاب اللي قلت لك عليهم. كل ملف من دول كده بيتكلم عن الموضوع. قدام واضحة؟ واضحة. بس فا يعني على كل حال نكمل يعني. لك التوفيق أسامة بطرحك، وأتمنى إنه تكون مثل ما بقولوا موشمعة، تكون بلجكتور، يعني هذا الضوء القوي جدا جدا في الإضاءة وإنارة دروب وعقول أخواننا المسلمين. بصراحة أنا أعتبرهم ضحايا لبرمجة حقيقة فعلا يعني. أنا بالنسبة للمسلمين ضحايا، سواء حتى بشيوخهم يعني. بالضبط، يعني هم كلهم اهالينا بالنهايه يعني، وكلاتنا من هالمجتمع هذا، وهم ضحايا لبرمجه فكريه قائمه من يعني من اقل شيء الاف السنين مثل ما بيقولوا. نتمنى التخلص من هالفكر الغيبي والفكر اللي ما يعني ما ورطنا غير المآسي للاسف الشديد. على كل حال خلينا، انا بدي اسالك سؤال ونروح على اسئله الاصدقاء. انت ذكرت انه طلعت ببرنامج رشيد، ما هيك ولا؟ ايوه طلعت ضيف عندي. طب اي حلقه كانت؟ بس عشان الاخوه اذا حابين يشوفوا. الحلقه 341 و342. اوكي، حلقتين 341 342. في حاجه عايز اقولها لك. الجزء اللي انا قلته ده من الماده العلميه، انا عندي مشروع اكبر. المشروع ده هو ايه؟ تتبع الفكر الديني الاسلامي لغايه ما وصلنا دلوقتي، اللي هي شكلت الواقع اللي احنا عايشينه. فاول حاجه هتبقى السنه، بعد كده القران، بعد كده هتكلم عن الائمه الاربعه وفكرهم، بعد كده عن ابن تيميه، ده كده بالتسلسل التاريخي، بعد كده المدرسه الوهابيه، بعد كده اشهر الجماعات بقى اللي طلعت منهم زي القاعده وداعش. فده كده المخطط اللي في دماغي كمشروع فكري يعني. سنة، قرآن، أئمة أربعة، ابن تيمية، الوهابية، محمد بن عبد الوهاب، وبعد كده الجماعات المعاصرة. طيب على كل حال أخوي أسامة، يعني أنا بعرف أنك تركت الإسلام، وطبعا نحن عنا دعوة جديدة طالعة هي ديانة جلدة الحنفية. أتمنى إذا يوم الأيام تقرأ عن جلدة الحنفية وتعتنق ديانة جلدة الحنفية. وطبعا نبينا جورج بول اظن بتعرفه، يعني ما بعرف اذا بتعرفه ولا لا، هو نبي جلدة الحنفية. جورج بول بدعواه. ان كان قد قال فقد صدق. انا تابع زي الدين. على كل حال حسيبك معروف جورج بول كصادق الامين من زمان يعني. حسيبك منك لجلدة الحنفية ولنبينا جورج، فهو هو هو اللي يصطفل فيك يعني. بس اهم حاجة يديني لقب الصديق كده، مش لاعب. بصراحة يعني في بعض هم 10 المبشرين بجنة جلدة الحنفية، أنا واحد منهم طبعا، وأشكر نبينا جورج على الشرف العطانية. فما بعرف إذا في مكان لسه لك ولا لا، بس ولا يهمك، حتى إذا كان 10 نخليهم 20. نخليهم 20 المبشرين، مش لازم يعني، ممكن سيئين ل 11 مبشرين، فالباب مفتوح يعني. على كل حال حسب رضاء الجلدة عنك. ايوه تمام. على كل حال خلينا ناخذ نكمل بعض الاسئله من اصدقائنا. جان حمو عم بيقول، هل يوجد اماكن سريه للصلاه والخطب كان عندكم يعني بالجماعه؟ ولا كان مساجد ما فيش، كان الدعوه بتاعتنا تقدر تقول علنيه. ما بنعلنش انتمائنا، بس بنعلن تواجدنا يعني. اي مسجد من المساجد العاديه بنتجمع فيها وبنصلي، انما مفيش حاجه سريه كدعوه يعني. السر موضوع الانتماء فقط. اظن اغلب الجماعات الاسلاميه على نفس الطريقه يعني. اوكي، بيروحوا على الجامع بيصلوا لانه ما حدا في مراقبهم انه الجماعه عم بتصلي. ما هي عشان المساجد يعني هو في مجتمع مسلم ومحدش بيدين المساجد. بس هي حقيقه الامر زي ما قال مصر، ملحد اوكار الشيطان. صحيح، هي أوكار التخلف للأسف الشديد. طيب في سؤال عم بيقول، سؤال
هل الشيوخ، سؤال من الأخ أبزورفر عم بيقول، هل الشيوخ الدين لهم علاقة بالمخابرات الغربية؟ الموضوع ده أنا قريته زيهم من خلال لما اطلعت على كتب على صحافة وكده. طبعا أنا ما استبعدهاش، بس أنا ساعتها ما يعني أنا معيش دليل لحاجة زي كده، بس قرائن الأحوال بتقول إن الناس دي مستخدمة. يعني أنت دلوقتي تلاقي داعش ظهورها وظهور القاعدة وتمويلهم، هم نفسهم أعلنوا عن الحاجات دي الغرب. ممكن يكون التمويل غير مباشر، بس طبعا الأفراد ما بقوش عارفين حاجة زي كده، وحتى المشايخ ما يعني هو بيعمل حاجة زي كده، بس هو ما بيعتبرش نفسه إن هو خاين للإسلام، إن هو ده يعتبر اتفاق سياسي مش ديني. يعني هو ليه مصلحة إن يضرب الشيوعية، وأنا ليه مصلحة أحارب الشيوعية، خلاص مولنا وإحنا نضرب الشيوعيين. هو ليه مصلحة مثلا إسقاط النظام، وأنا ليه مصلحة إسقاط النظام، فنتعاون معاه. فهو الإخوان مثلا في تعاونه مع المخابرات الغربية وما يعتبرش نفسه خاين، ده إحنا يعني تعاون مرحلي، وبعد كده هنقلب على بعض بعدين. على كل حال، في سؤال آخر من أبزرفا عم بيقول، هل فكرت بالدين الوسطي؟ يعني لكم دينكم ولدين؟ مفيش دين أصلا، هو في دين عشان نروح له، وأنا حاولت أجيب له مخرج بس في الآخر طلع منحرف. طيب أعمل له إيه؟ طب أعمل له إيه ده؟ على كل حال، في طيب أسئلة من أخوة آخرين أظن. طيب أوكي، آسف. على كل حال، في السؤال من ريتشارد داكوينز أو دوكينز واتيفر عم بيقول، هل السلفية هي سبب من أسباب ترك الإسلام؟ السلفية والجماعات اللي ظهر زي القاعدة وداعش، كل دول عرفونا حقيقة الإسلام، إن الدين اللي أنت فاكره وسطي هو مش كده، ده عشان في ناس ضميرها ما يسمحش، أو هم أجبن من إن هم ينفذوا الإسلام حرفياً، فاكرين ان الدين وسطي. لا، حقيقة الاسلام هو داعش والقاعدة والجماعات الزبالة دي كلها. طيب انا بدي اسألك هون سؤال اخوي اسامة، برأيك هالحركات السياسية الاسلامية اللي شايفينها، القاعدة وداعش، وطبعا هلا راح تطلع لنا اشياء اخرى ما بنعرف كيف ترتيبها، برأيك لوين متجهة الى يعني؟ وبعدين يعني هلا شفنا داعش وصلت ل أخذت نص سوريا والعراق، بعدين كمشت وهلا على أبواب الانهيار تقريبا، القاعدة انهارت وعم بيطلع لسه كل يومين وثلاثة بنسمع بمجموعة جديدة بسيناء بليبيا بالصومال، بنعرف كل هالمناطق هاي، برأيك لوين متجهة؟ وبعدين يعني شو المستقبل؟ خلينا نقول قلب 10-15 سنة القادمة. ما طالما ما حصلش نقد للإسلام نفسه، هجوم عليه كدين، كل شوية هيطلع مجموعة جديدة هتزيد على اللي قبلها، زي ما داعش كفرت القاعدة، القاعدة كانت بتكفر بعض السلفية، فاهمني؟ فهيجي ممكن ناس يكون أشد منهم كمان، بس هم هيوصلوا بقى إن هم ياخدوا صيت كبير ولا ما ياخدوش، دي بترجع للعوامل اللي موجودة في الواقع. في دول ليها مصلحة إن الناس دي تظهر ولا لأ، فلو فيها هيساعدوها زي ما يساعدوا داعش، لو ما فيش مصلحة فهيفضل كمجموعات سرية وخفاء، وبتحاول لما تلاقي فرصة تضرب في النظام اللي هي موجودة عندك. الإسلام على طول هيتم إنتاج جماعات جديدة وأفكار جديدة، هي ما تبقاش جديدة بمعنى هو بمعنى إنه بيزيد تشدد فيها، فاهم القصد؟ طيب تتوقع أنت يصير مثلا ردة، خلينا نقول ردة عن الإسلام أو نقد للإسلام، يبدأ النقد للإسلام يكبر حجمه؟ مثلا نحن هلا على اليوتيوب من 10 سنين ما كانت الحركة كلها موجودة، صار في قنوات يوتيوبية، صار في يعني برامج وتنقد الإسلام، صار في ناس كتير يتركوا الإسلام، برأيك لوين متجه هل التيار هذا؟ لوين متجه التيار اللي يخرجون عن دين الله مثلا بفضل التكنولوجيا؟ هو الموضوع هيزيد طبعا، كل يوم بينضم ناس جديدة لتيار محاربة الإسلام أو ترك الإسلام، فزي ما كان بيتقال كده في القرآن يدخلون في دين الله أفواجا، دلوقتي يخرجوا من دين الله أفواجا. إحنا يمكن محظوظين إن موجودين في عصر الإنترنت والقنوات الفضائية، إن مش هيحصل زي ما حصل مع المسيحية، إن هو موضوع التأويل ويطلع نسخة جديدة، نسخة تكون مخففة
ما يكونش فيها البلاوي اللي كانت موجودة في الكنيسة الكاثوليكية. فطلع البروتستانت، احنا مع الاسلام مش هيحصل كده، هيبقى موجود التيار التاويل ده بس هيبقى صغير، انما اللي هيحصل ان الناس هتسيب الاسلام نفسه، هيبقى تيار لا ديني هو التيار الاساسي. فاهم ازاي؟ يعني هل انا شخصيا اسامه، انا اقول انه راح تصير رده كبرى عن الاسلام، يعني رده الصغرى ايام ابو بكر، وطبعا الرده الصغرى هي اعتبرها انه كان وقتها ما في ادوات تساعد المرتدين عن انه يبتعدوا عن الاسلام، كان في سيف ابو بكر، وحاليا ستصير رده كبرى. تشاطرني هالموقف هذا ولا كيف؟ مش هتصير ردة، احنا فعلا عايشين عصر الردة ديت، هي صارت خلاص واحنا دلوقتي بقينا جزء منها. فده هو ده اللي حاصل فعلا، ان في تيار ردة بدأ وشغال وهيستمر، والتيار اللي هو الوسط اللي حاول هيحاول ينقذ الإسلام مش هيبقى زي ما حصل مع المسيحية قبل كده، الناس كلها تبقى تنضم للتيار الديني اللاديني، والتيار اللي هو التنويري اللي بيحاول يصلح من الإسلام عشان ينقذه مش هينجح. طيب خلينا ناخذ سؤال آخر. عم بيقول جان حمو، عم بيقول ما هو شعوره الآن بعدما تحرر من الأديان؟ مبسوط عايش يعني. انا بالنسبه لي بعتبر نفسي عارف زي ايه، واحد كان واقع في هو صحيح كبير عميق مليان بميه اللفت بس انت كل شويه بتطلع مرحله تقول ايه، بيبقى الموضوع اخف شويه، يا ده انا فقت، تكتشف ان في حاجه اعلى منك فوقان اكتر، تكمل لغايه ما تلاقي نفسك خرجت من البير خالص، تبص فيه كده اح وايه اللي كنت انا فيه ده، اللي انا كنت عايش فيه ده، هو ده نفس الشعور، شعوري انا ازاي كنت عايش اصلا في البلوه دي، ازاي انا كنت فاهم ان ده ممكن يكون دين، وتحس بنعمه نعمه اللي ايه النجاة يعني، فاهمني؟ ان انت كنت محظوظ وكان عندك من الامكانيات الشخصية اللي تقدر تاخد القرار ده، لان في كتير ما بيعرفوش ياخدوا القرارات دي. طيب انت بعد ما اخذت القرار هذا أسامة، هل جتك لحظة غضب انك يعني متحامل على هالبئر هذا انه ضيع لك حياتك مثلا؟ هل تحاملت بلحظة غضب بعد ما اكتشفت الحقيقة؟ هو مش بلحظة غضب بقدر ما محاولة لإنقاذ ناس كانوا مغيبين زيي. الغضب بما موجود بس أنا مش شايف إن هو مسيطر عليا يعني. ممكن كان مرحلة قصيرة وعدت. خاصة إن أنا يعني ببص للموضوع إن إحنا كلنا ضحايا، يعني الإنسان اللي هو دعاني للدخول هو ضحية. واللي دعاني لدخول الجماعة هو برضه ضحية. والشيخ بتاعنا هو ضحية للإسلام. كتير منهم يعني كتير من الجماعه مخلصين وفعلا عايز يحقق الدين، ان هو يكتف نفسه بقواعد كتير او يضحي بنفسه في سبيل فكره، فده في كتير مخلصين. فانا يعني مثلا انا عندي ناس اعرفه انه يعتبر كان الشيخ المباشر ليا في الجماعه بتاعتي، انا حتى الان اكن له المحبه لو انا فعلا عارف ان هو شخصيه جيده وانسان صادق. المشكله ان في نسخه ويندوز بايظه دخلت له فلازم تتشال عشان تطلع الشيء الحسن اللي ايه الحسن اللي جواه. فشعور الغضب ده ما كان مع، تصدق ان هو كان مع الجماعه لما ابتدوا يضطهدوني اكتر ما مع الاسلام نفسه. بصراحه يعني كلنا كنا متورطين، انما الشعور اللي مسيطر عليا اكتر ان احنا ازاي نفضح الاسلام ونبين حقيقته عشان الزومبي المقتنعين بيه. ما هو اللي بيتحول لزومبي ده هو في الاساس كان ابوك واخوك وزميلك وابنك، وبيتحول ان ممكن يقتلك. انت فاهم ازاي؟ فانت ازاي تنقذ نفسك وتنقذ الناس دي؟ وفي الاساس برضو عشان نبقى صادقين، انا بحارب الاسلام او كتير بيحاربوا الاسلام خوفا على الحياه البشريه منهم. تاني حاجه عشان مصلحته. ده مش عشان مصلحته في الاول. لا احنا خايفين من الاسلام، وده مش عيب ولا حاجه تتكسف منها. لما تخاف من كلب مسعور ولا من السلعوه انت، ما ده الطبيعي. تخاف من حية ان هي تعضك، فده الطبيعي، هو ده الاسلام. فانا بدايه عشان انقذ اعيش في جو امان لازم نخلص على الشر ده، وتاني حاجه عشان الاتباع بتوعه ننقذهم. بكل تاكيد. عندي سؤال من شخصي، كيف ترى الحياه الان؟
عايش، أهم حاجة إن أنت تعيش حياة هادية، تستمتع على قد ما تقدر، فاهمني؟ الدنيا حلوة، وسيب البلاد العربية بتاعتنا. طيب على كل حال بصراحة عندي أسئلة كتير، وأتمنى من أصدقائنا يعني يعذروني إذا ما قدرنا نغطي في 5 دقائق بقيان مشان ما نطول الحلقة كمان على الأصدقاء. في سؤال من جان عم بيقول ليش ما بيصير تنظيمات إرهابية بالعالم المتقدم؟ ليش بس عنا؟ برأيك؟ طب ما في تنظيمات إرهابية موجودة في أوروبا، هو قصده يعني من غير الإسلام ولا من المسلمين؟ هو بصراحة يعني هو شايف الإرهاب الموجود حاليا، قصده ليش الإرهاب الموجود حاليا بس عنا يعني. لا، ما هو لو قصده على الإرهاب الإسلامي، ما هو موجود في أوروبا، إحنا عندنا هنا المسلمين متشددين أكتر من المسلمين اللي موجودين في الغرب، في البلاد العربية، لأن هنا واقع تحت وطأة الثقافة الغربية مباشرة، وهو أقلية، فعنده إحساس بتهديد الذات، إن هو بيفقد شخصيته، فبالتالي بيتمسك بالدين أكتر وبيبقى إرهابي أكتر. أنا مش آسف. سامعك. في سؤال من ريتشارد عم بيقول هل شيوخ ورجال الدين لهم علاقة بتمويل داعش والتنظيمات الإرهابية؟ شيوخ الدين العاديين يعني؟ يعني إنه شيوخ الدين هل لهم علاقة في تمويل داعش أو التحريض لتمويل داعش بشكل من الأشكال، جمع تبرعات أو شيء من القبيل؟ موضوع التبرعات دي انا حسب التحقيقات واللي بتنشر في الصحف، انا زي الناس يعني، اكيد في ناس بتبقى متورطه، بس المؤكد عندي بالنسبه لي التمويل بالافراد، ان هو يدي له الايديولوجيا ديت بس يقول له ما تقاتلش، هو يسمع واحد تاني بيقول له تعالى قاتل فيقوم رايح معاه، فهو بيموله بالافراد، دي حقيقه، بينشر الفكر بتاعه وفي الاخر يقول انا بس انا ما قلتلوش جاهد، ما هيلاقوا غيرك هيتقول له جاهد. طيب في سؤال آخر عم بيقول أجنو عم بيقول سؤال للضيف الكريم، هل موجة الإلحاد في عصرنا هذا هو الإلحاد العاطفي؟ ما انا مش ملحد فما اعرفش صراحه. حسب نظرتك للملحدين الموجودين، أنا مو بس انا شرط شايف اللي هو سواء، انا وجهه نظري يعني، سواء اللي هو خد الالحاد بالقرايه او خدها بالاحساس، ده انا شايف ان هما قناتين مشروعتين او اسلوبين مشروعين، واحد بالاحساس بفطرته، ايه الوساخه وقله الادب دي؟ انا ايه اللي يخليني في الدين ده؟ ازاي واحد يعمل في نفسه كده ويعمل في الناس التانيه كده؟ طب ما ده طريق سليم بالمنطق والعقل اللي مبني على دراسة، بل بالعكس انا شايف اللي هو كده باحساسه افضل من المبني على الدراسة. اللي مبني على دراسة انت بتدرس ايه اصلا وبتدور على ايه وانت حقيقة الاسلام الفاسدة قدامك. يعني احنا لما بحثت عشان اشوف حقيقة الاسلام ده بسبب عيب فيا، ان انا مرتبط بالاسلام عاطفيا ومش قادر اسيبه. طب هو اللي ممرش بقى بالمرحلة دي اعتبر نفسي احسن منه؟ لا بالعكس انا شايفه احسن. ما هو كان من عنده من رجاحة الفكر ومن الإحساس الصادق أو النقي إن يشوف البلاوي دي ولا ما ينفعش أنتمي يعني. فسواء كانت مبنية على دراسة أو بالإحساس، أنا شايف الاتنين مشروعين يعني. أشكرك أخوي أسامة. ناخذ سؤال أخير ونختم الحلقة. السؤال الأخير من بيتر عم بيقول سؤال الضيف، ماذا تقول للذين يحاولون إنقاذ الإسلام بالكلام الجميل إن الناس لم تفهم الإسلام الحقيقي، وأي فئة ما هي التي تمثل أو الأقرب للإسلام الحقيقي؟ أنا في الموضوع ده صراحة براغماتي، بمعنى ما ينفعش أن أنا أصدم الواقع، في ناس كتير ما عندهاش المقدرة لا العقلية ولا النفسية إن هو يسيب الدين، فعشان ننقذه من الموضوع ده يعمل دين جديد باسم الإسلام ونسخه جديده وطلع الناس وحشين، شغال يا عم. انا اصلا بالنسبه لي مش كيف ان هو يسيب الدين بتاعه. ما انا ما عنديش مشكله في البوذي بقى بوذي والهندوسي بقى هندوسي، اهم حاجه ما تاذينيش، دي رقم واحد. رقم اتنين بقى، حابب تسمع مني الدينه بتاعتك فاسده ولا لا؟ تعالى ممكن اكلمك. انما انت عملت نسخه جديده زي اللي كان بيتكلم عنها جمال البنا واللي بيتكلم عنها اسلام بحيري، يا ريت ينجح، انا مش ضده. انا عارف ان هو طبعا بيكذب وكل الكلام اللي بيقوله أونطة، بس أنا بتمنى له النجاح، لأن الواقع بيقول إن في ناس مش هتقدر تاخد القرار ده، بس دي وجهة نظري يعني.
أشكرك أخوي أسامة على الوقت الرائع اللي أعطيتنا إياه، وأنا أشجع كل أصدقائنا زيارة قناة أخونا أسامة، طبعا رابط مثل ما قلت موجود تحت الفيديو. أتمنى منكم أصدقائي الاشتراك بقناة أخونا أسامة وزيارة القناة والاطلاع عليها، في حلقتين هو حاطها جدد، فأتمنى منكم الاطلاع عليها، وهو راح يكمل الأخ أسامة أكيد، يعني هي بدايته، بداية الانطلاقة لحتى يتكلم، ونتمنى نسمع الدرر منه، ونتمنى كثير من الأصدقاء المسلمين يعني يستفيدوا من الطرح اللي راح يطرحه أخونا أسامة. وكمان مثل ما قلت يعني أتمنى منكم أصدقائي نشر رابط الحلقة على قدر ما بتقدروا حتى تصل لأكبر عدد ممكن من الأصدقاء، والاشتراك بقناة جحر بالإلحاد. أسامة حبيبي، كلمة أخيرة بتحب توجهها للناس مؤمنين كانوا أو ملحدين، تفضل. يعني أنا ليا نصيحة بالنسبة للناس اللي موجودة في الدول العربية، حاول تعرف الحقيقة، ما تحاولش إن أنت تنشرها عشان ما تضرش نفسك، لأن أنت في مجتمع محاط بالذئاب. أنا بعتبر الناس انتحاريين، يعني زي أحمد حرقان وإسماعيل يعني أنا طبعا بيأدوا دور كبير صراحة ومجهود جبار، بس أنا من ناحية تانية خايف عليهم، لأن هم ممكن دلوقتي سايبينهم عشان بيحاربوا الاخوان وبيساعدوهم في محاربه الاخوان، انما ممكن يجوا عليهم الضر ويعمل لهم تنظيمات. فانا اتمنى ان الواحد يتابع ويعرف ويقرا، ما يحاولش ينشر على قد ما يقدر، يعني يمسك نفسه بمعنى صح عشان ما يتضرش، لغايه ما يلاقي فرصه ويطلع من صندوق الزباله اللي الناس عايشه فيه. طب اشكرك، اشكرك جزيل الشكر اخوي اسامه على هالوقت الرائع اللي اعطتنا اياه، طبعا اكيد راح يكون لقاءات اخرى بهالبرنامج هذا اخونا اسامه، يعني علمه غزير مثل ما شفنا، وله باع طويل مع الاسلام، ف يعني اكيد هي حلقه فقط تعريفيه بالبرنامج، واكيد راح ناخذ موضوعات ثانيه. احنا ممكن برضو فكرة يعني ليك، ممكن مواضيع الحلالات بتاعتي ممكن نعملها لايف بعد، مش كل حلقة، يعني كل فترة نعمل حلقة لايف من المادة العلمية اللي انا مجمعها، وتبقى جزء من السلسلة اللي انا عاملها لو حابب. يعني تمام، يعني انت بتقدر تعمل لايف حتى على قناتك، وممكن هون قناتك قناة الجهر هي قناتك كمان، بدك هون بدك هون، ما عندنا اي مشكلة، المهم احنا نقدر نوصل فكرة وننقذ اهالينا من يعني مستنقع الانحطاط، يعني انا لا اسميه غير مستنقع الانحطاط للاسف ده حقيقي. الشديد بالضبط. فقناتي او قناتك طبعا ما في اي مشكله، وانا راح يعني مثل ما بقولوا راح ننسق سوا لافكار بتكون مثلا، حتى سلسلات ممكن نعمل، فالمهم نقدر نساوي شيء ننقذ اهالينا. اشكرك اخوي اسامه، واشكركم شكرا اصدقائي ليك طبعا. ومتابعينك. العفو حبيبي، وأشكرك وأشكركم أصدقائي، وأشوفكم بكرة في حلقة جديدة من برنامج الجحر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. أشكركم أصدقائي وأشوفكم غدا، إلى اللقاء، إلى اللقاء. مع السلامة.